طيب يا جماعة، معلش أنا آسف جدا صراحة، وما أول مرة بالمناسبة أشارك في برزنتيشن على الهواء مباشر، وبعتذر لكم جدا. وخلوني أبدأ وأنا بستعرض النقاط بتاعتي. أنا بتناول موضوع الرهبانية في السودان القديم وأثره على السودان من عدة محاور. المحور الأول، بحاول أتناول وأربط الروحانية في السودان من خلال قداسة الأرض النوبية وأثرها في البناء العمراني والاجتماع البشري. ثانيا، بنحاول نشوف تأثير الثقافة الروحية النوبية في تشكيل أو في تشكل نظم الحكم وعلاقاتها من خلال المنظومة الأمومية المقدسة في الفترة الفوجية التي امتدت أثرها إلى تشكيل الواقع الاجتماعي والسياسي والتكوينات العشائرية والطبقات الاجتماعية وامتداداتها حتى العهد التركي المصري إلى فترة الحكم الثنائي. بعد ذلك بنحاول نشوف أثر الثقافة الروحية النوبية على طبيعة التدين وتشكيل الجماعات الدينية وتداخلها مع طبيعة السلطة السياسية اندماجا وتفاعلا. بعد ذلك بنحاول نشوف أثر الثقافة النوبية في تشكيل الحراك الثوري المهدي وتطلعاته لإحداث تغييرات على المستوى الاجتماعي والسياسي. أخيرا بنحاول نشوف كيف استفاد الحراك الكولونيالي الاستعماري ما بعد المهدية من تشوهات البنية الثقافية النوبية والإفادة منها لإحكام السيطرة على المجتمعات المحلية وتطويعها لتحقيق مصالحها الاستعمارية. وخلونا نبدأ بالنقطة الأولى، النقطة الأساسية، هي مفهوم قداسة الأرض النوبية. وأفتكر إنه ده مفهوم مهم جدا جدا، لأنه واحدة من تجليات الروحانية في الثقافة النوبية هي قداسة الأرض. قداسة الأرض بتتجلى لأنه الملوك النوبيين أو الملوك الكوشيين هم كانوا ظل الله في الأرض، وهم أصحاب الكلمة العليا في الأرض، وهم أصحاب القداسة، هم أصحاب الأرض بشكل كامل وبما وهم ملاكها، وهم اللي بيمنحوا الخصب وبيمنحوا الفيضان من اجل الانماء ومن اجل الحياه. والمفهوم ده ظل سائد في كل المراحل النوبيه، من الدوله المرويه الى مرورا في كل الدويلات والدويلات المسيحيه الى ظهور دوله الفرد. قداسه الارض كمفهوم ما تحول اصلا، يعني ظلت هذه القداسه، والى هذه اللحظه ممكن نقول ناكد انه روحانيه الارض في مفهوم الحضارات النوبيه القديمه ظل، وان تداخل مع مفاهيم اجتماعيه كانت راسمه التحولات اللي حصلت فيما بعد دوله الفرد. طيب، واول مظاهر وجود تغيرات مصالح الأرض هي كانت في بداية تشكل أو ظهور الإسلام في منطقة النوبة قبل تشكل الدولة الفونجية بزمن كبير. ودي ظاهرة أورد المسعودي عندما باع بعض النوبيين الأراضي في شمال في منطقة أسوان. والمسعودي بيقول في مروج الذهب أنه النوبيين اللي باعوا الأرض الملك اعتراض كبير جدا جدا على انهم هم يبيعوا هذه الارض للمسلمين اللي كانوا موجودين في هذه المنطقه، باعتبار انه هو صاحب الارض وصاحب الحق المقدس، هو اللي بيمنحها وهو اللي بينزعها وهو صاحب التصرف الكلي فيها. فلكن ابطلت هذه الدعوه بفتوى من المسلمين بملكيته، وظلوا المسلمين في المنطقه دي بيدفعوا الخراج أو بيدفعوا الضرائب لصالح الملوك النوبيين. وتعتبر قداسة الأرض النوبية تاريخياً من أهم مظاهر وجود النوبيين على الأرض، لأنه هم كان الدفاع الأكبر بشكل خطوط دفاعهم الأكبر. يعني كل الهجمات اللي تعرضت لها المنطقة النوبية أو كل المحاولات لدخول أرض السودان منذ قمديس وجنكيز خان وغيره، طيلة هذه الفترات ظل النوبيين بيدافعوا عن حما هذه الأرض والحفاظ عليها وعلى تاريخها الطويل. وظهور الملك
أو جماع الملوك ظهورهم في الفترات المتعاقبة من أجل الحفاظ على الأرض تجلى في دفاعهم المسلمين عن الأرض. وبرغم أنه يعني اقتحم عبد الله بن أبي السرح في فترة من الفترات اللي هي في بداية القرن السابع، ودخل عبد الله بن أبي السرح وانتهت بالاتفاقية المعروفة اتفاقية البصر، ومدى رفض في نقاش حول اتفاقية البسط عن تاريخيته وكده. يعني في كثيرين من الأساتذة ومن الدكاترة تناولوا على راسهم الدكتور أحمد الياس تناول الخلل الموجود في موضوع اتفاقية البسط. وظلت الأرض النوبية هي يعني محل دفاع كل الفترات النوبية. يعني بعد الفترة بتاعت عبد الله بن أبي السرح منذ الزمن ذاك، يعني فيما يقارب من 700 عام، لم يقتحم صومعة السودانيين غازي إلا محمد علي باشا. دخول محمد علي باشا السودان دي فترة مهمة جدا جدا، لأنه لو رجعنا إلى بداية تشكلات الدولة الفوجية بنلقى إنه حصل تحول كبير جدا. مفهوم الدولة الفوجية ذاته، خلينا نأكد معلومتين مهمة جدا. المعلومة الأولى إنه الدولة الفرنجية هي امتداد طبيعي جدا للدويلات النوبية، وزي ما كان سايد على حسب جايز بوردنج في كتابه عصر البطولة في سنار، كان بيرى أنه لا يمكن تجاوز المفهوم السائد في ذلك العصر حول طبيعة الدولة في الفرنج. في عام 1510 كان الاثيوبيين او الاحباش يروا ملوك سنار باعتبارهم مسلمي النوبه السوداء. وفي 1660 كان بيرى المصريين، كان بيتكلموا عن ملوك النوبه المسلمين. فده بيأكد انه اصلا الدوله الفوجيه هي امتداد طبيعي جدا للثقافه وللحضاره النوبيه بكل أبعاد الروحية وبكل أبعاد السياسية وبكل أبعاد الاجتماعية. بنلقى أنه في تسلسل الوجود الفونجي بدأ معروف بعمارة دوندس وعبد الله جمال، التحالف المعروف، وأن هنالك يعني تحالف عربي فونجي حصل ديكريز للدولة في سوبا اللي هي الدولة المسيحية اللي عاصمتها سوبا. بداية التحول ده أنا بفتكر دي من البدايات المهمة شكلت السودان الحديث، لأنه بدأ ظهور عناصر بتنتمي إلى مجموعات عربية. لكن التناول كان فيه خلل كبير جدا، لأنه تم إغفال الجانب الأهم من طبيعة التركيبة النوبية. وهنا بحاول أربط ما بين طبيعة الأرض ما بين المنظومة المقدسة الأمومية، لأنه المنظومة المقدسة الأمومية ظلت هي الأساس في تبني السلطة وإعطاء الامتيازات الاجتماعية كبعد روحي أساسي قداسة الأم. يعني زي ما هو معروف إنه في البيت الفونجي كانوا بينتموا إلى قداسة امرأة تسمى بدعين الشمس. بدعين الشمس كأم مقدسة، وكان بينتموا لها كل السلالة الفونجية الملوكية. يعني أي ملك من الملوك لابد يتزوج من امرأة من بيت أنثى اللي هو من بيت بدعين الشمس، وبالتالي هو بيستحق الملوك. استمر التدرج بتاع المجموعات بتاعت المنظومة السلطانية في دولة الفونج إلى ظهور حادث مهم جدا أنا يعني داير اربط به الانتقال للفتره بتاعت محمد علي باشا، اللي هو ظهور محمد ابو الكيل كقائد عسكري، اللي هو كان احد القاده العسكريين في تشكيل الجيش السلطاني في دوله الفونج. ومحمد ابو الكيل استطاع انه يحقق انتصارات ضد الحبشه ويحقق انتصارات في كردفان. بسبب انتصاراته دي استطاع أنه يفرض وصايا على نظام الحكم في الملوك لما اختلف
اختلفت الأسرة الحاكمة، وحاول السلطان بهاء الثالث أو بهاء الأحمر أن يفرض سلطته على المجموعات الثانية، ومارس قدر من الظلم، وحاولت المجموعة الأخرى الاستعانة بمحمد أبو الكيلك، برغم أن الملك بادي هو اللي يعني قدم محمد أبو الكيلك كقائد عسكري. محمد أبو الكيلك استطاع أنه يغير نظام الحكم، لكن التغيير تم تقريبا في عام 1718 في التاريخ ده. محمد أبو الكيلك استطاع أنه يكون وصي على العرش الفندي، استطاع أنه يكون وصي على العرش الفندي، وحصل تحول كبير جدا اللي هو بعد التسلسل التاريخي اللي كان موجود المعروف في السلالة الفندية في الدخول في أو في الانتظام في سلك الدولة، أصبح في قوة جديدة صعبة سياسيا وعسكريا استولت على السلطة نتيجة للصراعات الداخلية داخل منظومة الحكم في دولة الفوند. محمد أبو الكيلي استمرت مجموعته اللي هي مجموعة الهمد في السيطرة على مقاليد الدولة إلى 1762، وظلوا كأوصياء على العرش الفوندي طيلة هذه السنوات، وبدافعوا عنه عن وجوده. وبفتكر انه السلاله النوبيه كانت في حاله من الكمون وفي حاله من الركود، اكتفت بالمظاهر السلطويه، لكن سلطه الارض القابضه ظلت في ايديهم، هم اللي بيمنحوا الارض، وكانت الارض بتمنح وفق للعلاقات الاجتماعيه المبنيه على المنظومه الامميه نفسها. يعني السلطان كان بيجعل من المؤسسة الزواجية كحالة لإعطاء النبلاء فرصة إنه يكونوا جزء من المؤسسة السياسية الحاكمة بامتلاكهم إقطاع من إقطاعات الدولة الفونجية. وتدرجت المنظومة الفونجية في إعطاء الأراضي على مستوى السودان، ونحاول ناخذ نموذج اللي هو مثلا نشأ الشيخ عبد الله الشيخ شع الدين والدكتوين زعيم الشكريه. يعني انت ملاحظ انه ده زعيم الاسره السنابيه اللي الى الان في ثوره الزعامه السياسيه في قبيله الشكريه منذ بدايات تشكل الدوله الفونديه. منح شاع الدين ودكتوين فرصة أنه هو كان موجود داخل البيت الفندي، ومنح فرصة أنه يتزوج من أميرة من الأميرات الفنديات اسمها بياجي، وبياجي بتعني النجم في اللغة المروية القديمة. وشاع الدين ودكتوين استطاع أنه يشكل قوة اجتماعية جديدة في منطقة البطانة، ومنح الصك السناري المعروف بامتلاك البطانة. وبنلقى نفس العلاقه برضو بالمكنس الدين مك الميرفاه، برضو تزوج من الاسره الفونجيه لتعضيد سلطته، وعشان يكون ضمن المظله الحاكمه في الاراضي. مظله الاراضي توزع داخل الدوله الفونجيه بالعلاقات الاسريه المبنيه على منظومه امومه بيت عين الشمس الأنسية. والدفاع عن الأرض في الدولة الفوندية كان يتشكل من كل الإقطاعات وكل المشاركين اللي تم دمجهم عن طريق المؤسسة الزواجية، بيجمع الجيوش في دولة الفوند للدفاع عنها وعن أرضها المقدسة. أداسة الأرض دي ظلت تتوزع بين كل المجموعات المنحت هذه الأرض، وظلت تتوارث جيل عن جيل في كل قبيلة
اصبحت تتوارث الارض المنحت لها من الاسره الفونجيه الحاكمه، وظلت هي جزء من المؤسسه الحاكمه. العلاقات اللي امتدت ما بين هذه المجموعات المختلفه هي شكلت حقيقه واقع مجتمع القبائل السودانيه الحالي، واوضح نموذج لتدرج هذه المساله ممكن ناخذه في العلاقه المباشره بينهم وبين العبد الله باعتبارهم الحليف الاقوى او الحليف الاستراتيجي بينهم وبين المجموعه. وبنلقى انه الحليف ده حكم المنطقه من قري وانت ماشي شمالا، او من قري لحد اربجي، ومن قري لحد منطقه الضنقله. وامتد الحكم السناري فيما تبقى من الارض. لكن الملاحظ انه عبد الله جماع كزعيم من اصول ابويه عربيه، لكن كثير من الروايات الشفهيه بتاكد انه عبد الله جماع هو نفسه وريث لتزاوج عربي مع أميرة من الأميرات البيت في سوبا. يعني يقال أنه أمه من أميرات البيت الحاكم في سوبا. وعبد الله جماع كما معلوم لديكم إنه 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 هو بعد ما يعني بعد الفترة بتاعته انتهت وتوفاه الله، امتلك أو انتظم بعده في الملك المنطقة بتاعت قري، اللي هو ابنه عجيب المنجور. وفي عجيب المنجور خلونا نقول كلام مهم عشان نربط العلاقة مع قدسية الأرض بقدسية الأسر الموجودة في النظام الحاكم داخل دولة الفن. عجيب المانجولو، وكلمة المانجولو ممكن يكون أستاذ إبراهيم مرة على أستاذ جمعة إبراهيم مر عليها، هي بتعني فيما تعني، وأنا سمعت الحديث من أستاذ جمعة إبراهيم، إنها تعني الملك الموروث من الظهر، يعني الملك يرث الموروث من الأب، يعني ابن يرث أباه. ده أول زول أو أول ملك من ملوك الأسر الحاكمة في دولة الكون يرث أباه. يعني قبل عجيب المانجولو ما في، وده يعني أول لقب سمي به عجيب المانجولو، لأنه هو ورث الملوك من أبوه. وفي لغة الغلفان تحديدا، إذا صححوني إذا أنا أخطأت، هو ورث الملوك من 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 أبوه مباشرة. لكن خلوني أعاين للأم، الأم أم عجيب المانجولو، هي واحدة من سبعة بنات من بنات أحد كبار المشايخ الروحانيين في السودان، اسمه الشيخ حمد الدنان. زي ما الشيخ حمد الدنان قال عنه الفحل الفقيه الطاهر في كتابه، مرة بيقول إنه هو محاسن المنطقة، ومرة يقول إنه هو شريفي من المغرب العربي. أنا مرت علي الروايتين. والشيخ حمد عبد الله أنا هو عنده سبعة بنات. حنلاحظ إنه إذا عرفنا إنه المنظومة الروحية الصوفية السودانية استندت على السبعة بنات، منهم واردة الشيخ إدريس ولد الأرباب، اللي هو يبقى الشيخ إدريس ولد الأرباب هو ابن خالة الشيخ عجيب المانجولو، ومنهم مجموعة اليعقوباب وباقي المجموعات الصوفية، وعندي ابن واحد اسمه البيتي. السبع مجموعات هي شكلت أعمدة اليعقوباب والصادقاب وأبناء الشيخ إدريس ولد الأرباب وأبناء عجيب المانجولو، وغيرهم هم اللي شكلوا الأعمدة الصوفية في السودان.
نلاحظ انهم هم من السلاله النبيله في البيت الفندي. يعني الشيخ ادريس ود الارباب، كلمه الارباب هي نفسها دلاله على المكانه الاجتماعيه العاليه داخل البنيه الاجتماعيه في المجتمع الفندي. الشيخ ادريس، الشيخ عجيب المنجلو، تولى الزعامه السياسيه، لكن كان في نفس الوقت الشيخ عجيب المنجلو هو عباره عن قامه روحيه كبيره، يعني يعتبر من عدد من السودانيين انه الشيخ عجيب المنجلو هو زعيم روحي كبير وصاحب مقام كبير جدا، وهو شيخ من المشايخ الكبار. فجمع ما بين ثلاثة أشياء مهمة، جمع ما بين المشيخة الصوفية والزعامة السياسية والنبالة النوبية اللي اكتسب من أبوه، باعتبار أنه عبد الله جماع نفسه هو فونجي، فونجي بمعنى يعني خلونا نقول عن الفونجية، إنه الفونجية كمصطلح اختلفوا الناس فيها، ودي من الـ من الـ من, الـ من النقاشات التاريخية المعروفة بإنه إنه إنه حول أصل الفون، وتحدث كثير من العلماء حول أصل الفون، وقسم أصل الفون إلى أربعة، إلى يعني قسمه إلى أربعة تصنيفات، ودي من التصنيفات الغريبة المدهشة، يعني كونه يعني في تاريخنا كله إحنا مجموعة حكمتنا سياسيا لأكثر من 500 سنة أو لحد 300 سنة، نقول من 1504 لحد 1821، ما يعني ما نكون متأكدين من أصلا من أصل المجموعة دي. يعني مرة قالوا هم نوبة من منطقة كادوغلي، مرة نسبوهم للشلوف، مرة نسبوهم للأحباش. البيت الفونجي، البيت الفونجي تعجيب المنجلو اكتسب نبالته النوبية قلنا من والده، باعتبار أنه هو نفسه من البيت الفونجي اللي هو من النبلاء النوبيين. وأعتقد في تصريف وفي نقاشات خاصة مع بعض المهتمين بنقول إنه الفونج ما كانت قبيلة أصلاً، هي ما قبيلة بل هي طبقة اجتماعية كاملة ممتدة داخل منظومة المجتمع السوداني. بنلقى الفون موجودين في كل بقاع السودان، اللي هم أصحاب النبالة النوبية، أصحاب الأرض اللي منحوا الأرض من مصاهراتهم مع البيت الفونجي عبر منظومة أسرة بدعين الشمس، هم ديل النبلاء الأرض. لكن ظهور التفاعلات الجديدة، التفاعلات العربية بالثقافة الإسلامية، أظهرت بعد جديد، بعد اجتماعي جديد. البعد ده كان بيتجلى لنا في إنه كان في صراع موجود، صراع ما بين الادعاء بنظارة الأرض وقداستها، وما بين الشرافة اللي قامت مناهضة أو قامت موازية لمنظومة النبالة النوبية. يعني قامت شرافة عربية موازية للمنظومة بتاعة النبالة النوبية، لأنه الأشراف أو المنتسبين لآل البيت كانوا بيزور، يعني حتى معروف في تاريخ دولة الفونج أنه في يهودي جاء في ادعى أنه من البيت الشريف ومكث لفترات طويلة زي كم شهر في، وكان بيعالج في السلطان في سنات، وبعد ذلك لما نعرف أنه في مجموعة عربية قادمة يفتح الفن. وبقت المسألة بتاعت إنه كل الناس القادمين والبدعوا الشرافة العربية وبيكتسبوها بيلقوا حظوة كبيرة عند الملك في سنان. الحظوة الاجتماعية، الحظوة الدينية الكبيرة عند الملك في سنان فتحت الأبواب بادعاءات كبيرة جدا. أصلا أنا ما دار أشكك في انتماءات الناس ولا في أنسابهم، لكن ظهرت منظومة الشرافة العربية في مقابل النبالة النوبية، لأنه بعد ذلك في صراع مزدوج، يعني هي ذاتها في خليط اجتماعي ما بين النوبيين وما بين غيرهم من الأجناس. لما نقول النوبيين بالضرورة أنا ما بعني
انه ده اصلي اثني بعينه، لكن هم السكان الاصليين اللي كانوا موجودين بمساحه دوله الفوج مع عناصر تلاقحت معاه وابد، سواء كان عناصر عربيه او غير عربيه، لان هي مجموعات مختلفه دخلت الى حيز الدوله في سنات. لانه منظومه القيم الاجتماعيه المتوارثه الروحيه عند النوبيين كانت بتستوعب كل الناس على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف اديانهم وعلى اختلاف اعتقاداتهم، والكلام ده موروث منذ الدولة المسيحية. يعني لو لقينا النص بتاع ابن سليم الأصواني حول في زيارته المشهورة لصوبة تقريبا في القرن العاشر الميلادي، ولما وصف صوبة نقلا نقل عنه المقريزي أو ابن حوقل النص، لأنه الكتاب الأصلي بتاع ابن سليم الأصواني ما موجود أصلا يعني، وديل هم نقلوا عنه، وصف صوبة، ومن ضمن الوصف كان بيتكلم عن وجود مسلمين في صوبة ويسمح لهم بالدفن في مقابر المسيحيين ويجعل لهم جعل عشان يعيشوا منه. يعني بعد ذلك باقي الوصف الدقيق لصوبة كعاصمة من أعظم عواصم أفريقيا أورد ابن سليم الأصواني. التداخل الكبير جدا ما بين المجموعات المختلفة والتدامج الحصل ما بين النوبيين وغيرهم، واللي شاركت فيه بشكل أساسي قداسة حيتين، قداسة الأرض النوبية متمثلة في المنح اللي بيمنح الملك بالعلاقات الاجتماعية الموجودة عبر المنظومة الأمومية المقدسة اللي هي سلالة بدعين الشمس، وبقت متدامجة مع المنظومات الجات واردة على السودان سواء كان عرب أو غيره. وأنا قريت لإسبنسر في كتابه، عنده كتاب اسمه الإسلام في السودان، كان بيروي إنه واحدة من الأدوات الأساسية اللي اتبع المجتمع النوبي في إدماج المجموعات الواردة له، أنه يدخلهم في المنظومة في منظومته الداخلية عن طريق الزواج. واللي هو يعني انت لما تكون عربي تتزوج من البيوت النوبيه بيتم احتوائك داخليا، واولادك حينشأوا نشأة داخل الكيانات النوبيه. لكن يبدو انه المجموعات الوافده كانت كثيفه وكانت كبيره وكان اعدادها ضخمه جدا، وتغالبت على الوجود النوبي القديم بالزواج وبالمصاهره، واصبحت اعدادهم وأصبح الناس اللي ممكن نسميهم هجين هم الغالب داخل المجتمع. وممكن النظر بوضوح شديد للمسألة دي برضو إذا عينا في النسب المعروف عند الفادنية، والكلام ده قاعد موجود عند عثمان حمد الله في كتاب اسمه سهم الأرحام. وإذا برضو أنا تناولت المسألة دي مع الشيخ المجموعة الفادنية في منطقة المحمية، وذكر لي إنه أصلا جدهم بافان الكبير ده يتزوج أميرة نوبية. يعني الأسطورة بتاعتهم الأساسية اللي هم بانين عليها وجودهم إنه عندهم أميرة نوبية تزوجها الرجل الصالح، الرجل القريب اللي اسمه بافادني، وتزوج هذه الأميرة، وبموجب هذه الزيجة منح مساحة كبيرة من الأرض، وهم الآن يفتخروا أنهم هم جزء منها. المنظومة الأرض المقدسة ما اختصت بالسودان السودان الوسط أو السودان الفونجي، امتدت المجموعة دي إلى مناطق شرق السودان. يعني نجي نلقى العلاقة الفونجية الأساسية اللي اتبنت ما بين عبد الله جماع وعبر ابنه عجيب المانجولو، مشى تزوج في شرق السودان. تزوج في شرق السودان من مجموعة من أسرة الآن بيطلق عليها العتمن، هم يعني الابن كان اسمه عثمان، وأصبحت السلالة دي هم من الأمرأر من البجة، هم الآن أصبحوا السلالة اللي كان فيها الزعامة السياسية والزعامة الدينية الموجودة في شرق السودان.
ومعلوم غطاسة الأرض في منطقة البيجا مام مش مربوطة بالوقت الكونجي، لكن تاريخيا معروفة غطاسة الأرض عند البيجا. وأي زول زار شرق السودان بيعرف إنه البيجا أي جبل في المنطقة شرق السودان بتلقى فيه أسرة ما أو مجموعة ما هي ساكنة تدعي إنه ده الجبل هي بتنتمي له، وتلقى حارس الجبل ده وملتف حوله وموجودة. ممكن لا تلقى أي نشاط، ما في أي نشاط اقتصادي ولا في نشاط تجاري، تلقى المجموعة دي قاعدة بيمشوا يشتغلوا كنتوا راجعين لمجموعتهم دي باعتبار أنهم هم حارسين هذه الأرض. وبنلقى نفس الصورة في أقصى دارفور. وفي العلاقة ما بين دارفور وما بين السودان النيل القديم، أنا سألت مرة في محاضرة لشارل بوني وطرح سؤال وسألته بشكل مباشر، شنو العلاقة، ما بين الشرق ودارفور و مناطق كردفان ومناطق التاكا قديما والمنطقة النيلية الوسطى؟ فكان رده قال لي والله يا أخي نحن ما بنعرف بالضبط، لأنه قال المنطقة دي أو المناطق دي ما يعني ما جاء فيها مسوحات آثارية، هم محتاجين لمزيد من الكشوفات. لكن المؤكد إنه كانت هنالك جيوش تتحرك من منطقة دارفور وفي من منطقة التاكا ومن ومن منطقة خشم البحر اللي هو منطقة نهر عبدر والمناطق دي، وبتتوجه الجيوش دي للمشاركة في صد أي غازي، وكان بتجتمع في منطقة كرمة بالتحديد، وكانوا بصدوا أي غازي جاي من الخارج. لكن كان ما عارف طبيعة العلاقات شنو بيناتهم اللي بيخلي الجيوش تتحرك، لأنه قال ما عنده أي يعني إثبات آثاري، لكن الثابت إنه هم فعليا كان في جيوش بتجي تتحرك، وده بيوري طبيعة الدفاع المشترك عن قداسة الأرض عنده. معلوم لدينا إنه الأرض في دارفور قسمت من زمن موسى ابن السلطان سليمان صولون، وحكرت الأرض في دارفور، ووسعت الأرض إلى مجموعات من القبائل في منطقة دارفور، وتملك الأرض في دارفور حسب المجموعات كان بيمنح السلطان في دارفور الأرض مقابل إنه يعني يجمعوا الخراج ويجمعوا الضرائب لصالح الدولة، والقائم على الأرض بيمنحوه جزء منها. وبقت هنا مجموعات معروفة موجودة في منطقة دارفور، حواكير محددة، وحكرت الأرض في دارفور لمجموعات بعينها ولمن ساكن. يعني ما كان في مجموعة قبلية بعينها بالمعنى القبلي اللي هو متعارف عليه ده موجودين، يعني انه والله مثلا القبيله الفلانيه باكملها قاعده، لا، كان في تداخل كبير جدا سكاني، لكن كان بيمنح الحكر لمجموعه محدده او لزعامه معينه، وبيضم كل الناس. يمكن دي تكون بدايه التشكلات القبليه تمت في مناطق دارفور. ممنوع يعني معروف الحواكير منحت، لكن الحافور الاكثر استثناء كانت حواكير الحمر، لأن اشتروها من السلاطين، من سلاطين الفرد بقروشهم، يعني دفعوا مال وذهب وبهائم وأدوهم الصك بتاع امتلاك الأرض. الأرض بكل هذه القداسة وبكل هذه العظمة ظل الطامعين مترصدين الأرض في السودان. وقلنا عشان أجي أربط الكلام مع محمد أبو الكيلك ومع مجموعته اللي بيبقوا أوصياء على العرش الفونجي، وظهروا كمية من أمراء الحرب البديروا الإقطاعيات اللي منحت كل زعيم بقى يستبد بمنطقته ويعمل منظومة عسكرية، وبقوا في أمراء للحرب في المنطقة، والسودان تدهور إلى درجة بعيدة جدا، تدهور الوضع السياسي، وفقد السودانيين الدولة المركزية، الدولة المركزية الأساسية، باعتبار أنه إذا اعتبرنا الدولة الكونج آخر تجليات الدولة المركزية في السودان، بقت تفقد السيطرة على كل المناطق اللي موزعلة ما بين كردفان وما بين الوسط وما بين التاكا وما بين الشرق وما بين الشمال لحد دونغولا. فقدت
السيطرة على بقى هنالك أمراء. لكن اسميا ظلت الأسرة الفونجية موجودة على رأس السلطة في سنان. لكن مجموعة محمد أبو الكيلك آخر محمد ود عدلان القابل صاحب الرسائل المشهورة والمراسلات ما بينه وبين إسماعيل باشا. طيب دي تقريبا المحاولة الثانية في ظل وجود الدولة الإسلامية أو باسم الخلافة الإسلامية تدخل السودان. وفي كلام كثير جدا عن الزعماء السودانيين المشوا لمحمد علي باشا إنه يقولوا له والله يا أخي الوضع عندنا متضاطع والدولة ما عادت كما كانت والوضع السياسي داخل السودان تدهور، وبيطلبوا منه إنه يتدخل لصالح إنه يعني يرفع عنهم المظالم دي ويعدلهم سيادتهم. الناس تكلموا عن عدد من الأمراء وعدد من زعماء القبائل المشهور. محمد علي مشهور في الحتة دي، مشهور بترد المغنى المشهور لمحمد علي باشا لما هو يعني يقول لك يعني قبل يعني كان يتمنع لهم، لكن هو كان طمعان انه يخش، وكانت فرصه يتوسع محمد علي باشا. ماذا الاسرق في كيفيه دخول جيوش محمد علي باشا السودان لحد ما سيطر على المناطق؟ لكن كان في ركاب الباشا عدد من الأمراء أو عدد من الزعامات الروحية والاجتماعية في السودان. كان في عدد كبير جدا من الزعامات في ركاب الباشا، ولحد ما وصل منطقة مدني حيث قابل آخر سلاطين الفون ووقع على التنازل عن عرش سنان. لكن الملاحظ في هذا التنازل وهذه الضعف، رغم أنه ما كان تمت مواجهة كبيرة، ما يعني إذا ذكرنا المواجهة في منطقة الشاهدية وهوسكينز ذكر مواجهة في مناطق المحس، بنلقى أنه المواجهة يعني انتهت في فترة وجيزة جدا. ومعروف حادث اغتيال إسماعيل باشا وما تلا المسألة دي من أحداث. لكن الدار أشير له هو ما ذكره ألم مرهيت في كتابه بلوناي، قال أصابته الدهشة إنه كيف استطاع محمد علي باشا أن يقتحم على السودانيين أرضهم. يعني دي قال حاجة تاريخية ما حصلت أصلاً، ده أول استعمار مباشر للأرض النوبية والأرض التاريخية للسودان، اللي هي كان دخول إسماعيل باشا من خلال اللي هو يتحرك من منطقة وادي حلفة، واستمر لحد ما وصل سنار. والجيش الثاني المعروف كان جيش محمد بك الاستبدار، اللي واصل لحد ما وصل وقابل المقدوم مسلم في كردفان، والوقت ذاك المقدوم كان يتبع لممالك الفور في دارفور. وفقدت الأرض السودانية الميزة الأساسية اللي هي ميزة القداسة، والآن بقى في حاكم جديد استولى على الأرض ودخل في تشريعات كثيرة للاستفادة من هذه الأرض والاستفادة من معادنها والاستفادة من الريع بتاع الأرض بتاعه. ودخلنا في عمق المتاهة الكبيرة، أنا أفتكر إنه دي أكبر متاهة مر بها الشعب السوداني، لأنه الأتراك لما دخلوا أول مجموعة يعني استطاعوا أن يتلاعبوا بالسيستم الروحاني في السودان. المنظومة الروحانية في السودان كانت يعني قاعدة تماما عبر المشايخ الصوفيين. إذا رجعنا إلى تاج الدين البخاري ومقابلته لعدد من المشايخ وكرامات الأولياء عند في كتاب الطبقات وما ورد فيها من كرامات الصالحين الممتدة من مناطق أبو حراز إلى مناطق طيبة إلى مناطق مختلفة من السودان، كانت هي عبارة عن مراكز دينية ومراكز صوفية، وكان في مشايخ صوفيين. الملوك الفوجيين كانوا بيمنحوهم الأرض ويمنحوهم الجرايات ويدوهم المال. لكن
منظومة محمد علي الجديدة تلاعبت بالسيستم الروحاني ذا ودخلت في أول حاجة أول ظهور لفقهاء بالمعنى الرسمي، يعني سنات كانت مرتبطة برواق السنان وكان بيصهروا فقهاء متصوفة كانوا بيمشوا بقعدوا في حلقات الذكر والعلم وبيمنحوا الناس البركات، وكان في علماء كثر يعني منتشرين على مستوى السودان بالاخص علماء المحسن كانوا في منطقه الخرطوم وكانوا عندهم سلطه روحيه متعاليه، لكن الوقت ذاك السلطه المقدسه بتاعتهم دي كانت منفصله عن البنيه السياسيه، يعني البنيه السياسيه كانت موجوده في سنار قاعده، وهؤلاء المشايخ كانوا بيتمتعوا باستقلاليه كبيره جدا وعندهم تدخلات في الدوله كانوا لصالح المجتمع انه يرفعوا المظالم على الناس وانه يشفعوا للناس. ومعروفة قصتين أنا أشتدركهم، الأولى قصة خوجلي الشيخ خوجلي أبو الجاس، كان لما نجي يعني يشفع للناس ما كان بيمشي سنان خالص، وكان عنده طينة بيختم عليها وبيديها للزول المستشفى عشان يمشي سنان، والملك كان بيكون يعرف إنه الطينة دي طينة الشيخ خوجلي أبو الجاس وبيتم المطلوب. ومعروف برضه بصف الشيخ ادريس ود الارباب انه دخل سنار لاكثر من ما دخل الا شفيع للناس، وفي مره من المرات كانت ام الملك عيانه تقريبا وقام بمعالجتها فمنح، قال له منحناك الارض، دار يمنح الارض، فالشيخ ادريس رفض انه 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 يمنح هذه الارض، قال لي الارض دي ارض النوبيين يعني ما بتمنحني لها انا، وكان دي اشاره من الاشارات المهمه اللي وردت في كتب اللي تناولت قضايا الارض في السودان. استمر محمد علي باشا بكتلته السياسيه وكتلته العسكريه وبدا يمثل في سلطته داخل السودان. هل استكان السودان؟ الكتب التاريخيه المتعارف علينا نحن اللي قريناها كلنا انه السودانيين قبلوا بحكم محمد علي باشا، برغم يعني لانه معاه ناس وافدين ومعاه ناس يعني من مختلف القبائل ومعاه امراء جو خاشين معاه وحاول يستمين الناس، ضف لذلك معاه ثلاثه مشايخ يعني واحد مذهب حنبه مالكي وواحد شافعي وواحد حنفي، ديل هم دخلوا مع محمد علي باشا عشان يفتوا الناس وعشان يكونوا ضمن يعني مساند كوظيفه داخل الدوله. ده اول ظهور رسمي لوظيفه بتاعت رجل الدين داخل الدوله في السودان. محمد علي باشا استمر في 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 تمدده ده، لكن من عام 1922 لحد 1825 الثلاث سنوات اجتهدت مقاومه من اشرس المقاومات في السودان، وما ذكرت الا يعني ما ذكرت الا يعني بشكل مضبوط وبشكل واضح في كتاب على تفهم العالم الاسلامي نقبه من تاريخ السودان من عام 1822 ل 1841. الكتاب ده بتاع ريتشارد هيل، ترجمه ريتشارد هيل، ودي مذكرات اللي يعني الناس اختلفوا انه هم كتب المذكرات دي في مع دخول محمد علي باشا في عام 1837 هل كان ايطالي او فرنسي، لكن هي مذكرات جديده. المهم الشاهد في الموضوع ان السودانيين دافعوا عن ارضهم دفاع مستميت، يعني كميه من الناس جابوا نظام الخازوق، معروف نظام الخازوق ده بيقتلوا به الناس، وجابوا نظام انه يدخلوا راس الزول شيخ القبيله او الزعيم بتاع الارض زعيم المنطقه يدخل راسه جوا المدفع ويفجروه له. وواجه السودانيين بشراسه، السودانيين ما قبلوا خالص انه محمد علي باشا ولا مجموعه يسكن السودان، واجهوا المساله دي مواجهه شرسه جدا. ومعروف انه المراه لعبت دور كبير جدا في استنهاض ومقاومه، لانه الارتباط ما بين منظومه الارض كارض مقدسه والمراه النوبيه أو الأمة النوبية ده ارتباط تاريخي قوي، يعني حتى الدفن القديم عندنا لو لاحظتوا في كمية من
البحوث الاثريه بتلقوا يعني موميا قاعده بالشكل الجنيني، مدفونه بشكل جنيني داخل الارض، دلاله على امومه هذه الارض واحتواء لهذا الجزء. فالمراه عندنا كانت من المدافعات الشرسات على الارض، والمساله دي بتوضح من خلال الاغاني الحماسيه، من خلال الاشعار، من خلال الانشاد والغنى بتاعه، كانت بتحمس في الجيوش لدرجه انه محمد علي باشا كان يعني وجه بان تستأصل أجزاء النساء عقاب لهم وتحشى بالفطرس، لأنه كانوا بيلعبوا دور كبير جدا في صد في تحفيز المقاتلين للدفاع عن الأرض، ودافع السودانيين عن أرضهم دفاع مستميت ومشهور جدا سنة 1840 دفاع لما حاولوا يفتحوا الداكا دفاع الفجا عن أرضهم، وكادوا أن ينتصروا على جيوش محمد سعيد باشا في منطقة شرق السودان. ودافع السوداني في كل مناطق السودان عن أرضهم وعن تاريخهم وعن تاريخ وجودهم، لكن للأسف الشديد في النهاية أخضعت البلاد ودخل نظام جديد من خلاله حاول الأتراك أنهم، أنا يعني معليش لو أطلت بحاول ألخص، حاول الأتراك أنهم ينظموا الجود في الدولة وحاولوا يقسموها إلى إدارية، لكن ما خرجوا من الأطر القديمة نفسها. يعني مثلا نلقى أنه أحمد بكر حسين سليم الأسرة الأنصابية اللي هو حفيد الشيخ شعاع الدين والتويم صاحب الصك السناري المعروف للشكرية لزعامة الشكرية، هو كان حاكم عام الصفوف، ومنحت نفس المسألة للمكنس للدين كان مكل منطقة الرفاق. وبنلقى كذلك هو كان في صحبة المكنمي، يعني المكنمي بالمناسبة كان مصاحب للجيش التركي لحد منطقة مدني، ورجع وبعد ذاك رجع بعد ذاك حدث الحادث اللي أدت لاغتيال إسماعيل باشا. لكن المهم جدا نعرف إنه المكنمي نفسه هو من ذات السلالة المقدسة ومن ذات البيت المقدس، لأنه حبوبة المكنمي هي حفيدة الشيخ عجيب المنجود اللي هو التسلسل اللي قلناه جبال داخل المنظومة الأسرية السودانية. الملاحظ إنه الكيانات الاجتماعية دي ما فكت تصارع، ولكن على نفس النسق، يعني هم بيحاولوا يستفيدوا من البعد الروحي الموجود في استقلاله في تغيير الموقف العام لصالح الحكم التركي، لكن استغلوا نفس المنظومه. لكن المنظومه الان بقى عندها ولاءات متعدده وعندها مصادر خاصه وعندها نزاعات داخليه، يعني نشات صراعات الداخليه لانه التعدد الكبير في المنظومه الاجتماعيه في السودان تعددت واختلفت المنظومه دي، فبالتالي بقت في نزاعات داخليه كثيره ساعدت في أنه المستعمر الوافد يفرض سلطته على باقي المجتمعات الموجوده في الدوله. هذه المرحله نفتكر من المراحل المهمه جدا في تاريخ السودان، لانه اعادت ترتيب المناطق، وزعت الاقاليم، ومنحت السلطات لي لا يعني ربما يكون في ناس جدد، لكن في الغالب الأعم أكثر الناس اللي حاولوا إشراكهم هم من ذات المنظومة الاجتماعية القديمة الموروثة، وحاولوا يمنحوها الزعامات ويمنحوها السلطات الإدارية، وظهرت المشايخ والعمد، وظهرت منظومة جديدة بتعرض بإدارات محلية بتدير المناطق تحت زعامة النظام التركي. واستمر، يعني احنا دفعنا كلفة عالية جدا جدا للانتقال من المنظومة اللي استولت على الحكم، اللي هي منظومة محمد ابو الكيلي اللي كانت وصية على العصر، ودفعنا ثمن غالي اللي هو احنا فقدنا استقلالية البلد نفسها في محاولة يعني في مناصرة الاستبداد السياسي نفسه، يعني زي ما بقولوا ما اشبه الليلة بالبائع، ما أشبه الليلة بالبارحة.
محمد علي باشا او اسماعيل او ما خلفوا من المنظومه استمروا في السودان تحت حكم ضاغط جدا، وزيد السودانيين شر القسم، دفعوا الضرائب وتعاملوا بالصفره وعزوا بتعذيب شديد جدا، ووصلت المراحل الظلم دي مبلغ كبير جدا لحد 1881 اللي هو بدايه تشكل ظهور الدوله المهدويه. الدوله المهدويه اللي هو ظهور محمد احمد المهدي في 1881 وبدا الحراك بتاعه. لا نتكلم بعجاله شديده عن محمد علي باشا، سوري، عن محمد احمد المهدي في كيفيه تعامله مع الابعاد الروحيه للمجتمع السوداني. اورد كيرغيز ميكول عنده كتاب اسمه المهدي سيف النبي، تحدث فيه عن شخصيه الامام المهدي، من الكتب النادره جدا اللي تحدثت عن المهدي، مش عن الثوره المهديه، لا، عن المهدي كشخص. ذكر فيما ذكر انه المهدي كان شخصية تجيد الاستماع وتجيد تعقب مشاكل الناس، وكان بيستقيل كل الظروف الاجتماعية من احتفالات مولد، من بناء قبة إلى غيره، في الاستماع إلى السودانيين، وأصبح يتحسس بالحالة السودانية، وأصبح يجهز في نفسه لمرحلة من المراحل مهمة جدا جدا، والمهدي كان واعي لهذه المسألة. دلالة وعي المهدي لهذه المسألة، يقال إنه المهدي أورد فرقيس في كتابه إنه المهدي حضر اجتماع لشيخ المهدي محمد نور الداني، محمد شريف نور الداني. هذا الاجتماع حوى عدد من المشايخ الصوفيين، في عدد من المشايخ الصوفيين كانوا موجودين، ودعاهم الشيخ محمد شريف نور الداني، وذكرهم بالحالة اللي وصل لها السودانيين، إنه يا أخي والله يا أخي السودانيين دي بتعبوا، وإنه النظام الحكم الحالي ده جار عليهم وأذاقهم الأمرين وكلفهم فوق ما يطيق، وإنه يا أخي لابد نحن كمشايخ نتدخل في هذه المسألة. الطبيعة الصوفية إن المشايخ الصوفيين اللي هم بعد ذلك أصلاً بقوا تحت منظمة الحكم التركي، وكانوا بيمنحوهم الجرايات ويمنحوهم الأراضي ويمنحوهم العيش ويمنحوهم المنح، فقاموا رفضوا هذه المسألة، ردوا، والمهدي كان حاضر، كان حضور في هذه اللحظة، ردوا رفض واضح، قالوا لا والله يا أخي نحن ما حنعمل، نحن ما حنشارك بحاجة، لأنه ده أمر دنيوي، ونحن ناس ما ناس دنيا، نحن ناس آخر، وهم تحرروا من المسألة بشكل واضح، والمهدي كان حاضر هذا اللقاء وشاف موقف الطرق الصوفية من هذه المسألة، وانخطى سامر الاجتماع. ولما بدأ المهدي تراكو الكبير، تراكو الاجتماع السياسي، توجه المهدي بعد جزيرة أبا وبعد المعارك، توجه إلى كردفان، وبالتحديد إلى منطقة جبال النوبة، إلى منطقة تقعي. وهنا في كلام أنا سمعته فصراحة هي من الروايات الشفهية، يعني ليه المهدي يعني ما توجه شمالا مثلا لأهل المراجلة، ولا توجه إلى أي منطقة أخرى من المناطق اللي عاش فيها، وتوجه بكلياته إلى منطقة تقالي؟ وهل الكلام ده مربوط فقط لأنه وفعلا مشى في زيارتين سابقتين للمناطق دي وناقش الناس؟ لكن في رواية أنا صراحة يعني هي رواية شفهية من الروايات اللي أنا سمعت، المهدي ماشي وفقا لمنظومه لمعتقدات كانت سائده، وانتم بتعرفوا انه نحن يعني يصير مثلا زي الاحداث الاخيره في الخرطوم، نبدا نحكي والله الشيخ فرح والتكتوك قال والشيخ شريف النادي قال، وبنبدا نأسطر لكميه من الاحداث والكميه مع الغد. كذلك ظهور المهدي كان من ضمن الاساطير المتداوله في هذه المنطقه، واستوعبوه الناس ليه؟ مش فقط بأنه هو مهدي منتظر، ولكن عندهم من الأساطير اللي بتخليهم هم يؤمنوا بأنه مفترض يلعبوا دور تاريخ محدد في تحرير البلد. وهذه المسألة ومش كده وبس،
انه المهدي ده رجل جاي من بلادهم القديمه ويتحدث بلسانه ويقودهم للقتال مره ثانيه، وهم اللي حددوا القتال الكبير تحت الشجره، ومعني به قتال الشيكان. عموما المهدي عشان يوازن الابعاد دي هاجر المهدي، لكن نشوف المهدي تعامل، انا ما داير اوقد في سيره الثوره المهديه، لكن داير اجيب انه المهدي تعامل مع الابعاد الروحيه السودانيه دي. طيب كيف يتجاوز المعضله بتاعت المتصوفه اللي هم بعد ذاك هم طفشق مع الناس وبحرضوا الناس وممكن يفتوا الناس، وفي المنظومه الرسميه اللي جابتها الدوله التركيه، المنظومه التركيه، والبتمثل فيما تمثل بتمثل الخلافه الاسلاميه، ودي مساله التعامل معها متداخل جدا. فالمهدي اجتهد جدا في هذه المساله، فقام رفع قال انه الدرويش اللي بيتبعني انا، شوف كيف تعامل مع المنظومه الروحيه نفسها اللي هي بقت ضمن المنظومات الصوفيه الموروثه، قال لهم الدرويش اللي بيتبعني انا كمهدي هو في مصاف، درويش ده بيبقى في مصاف الشيخ عبد القادر الجيلاني، يعني طوال من انك حوار عادي تابع شيخ فقير لمقام، لما تبقى في سلك الدعوه المهديه وفي سلك الدراويش حتبقى في مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني طوال التق في صفوف، فبقى تجاوز باعتبار انه الشيخ عبد القادر الجيلاني احد الاقطاب الاربعه، وتجاوز بهم المنظومه، منظومه التراتبيه الصوفيه كلها اللي هي بتعتمد عندها الصوفيه عندهم تراتبيه مقدم وشيخ وفقير وكذا، فهو تجاوزها كلها. ومش كده وبس، الشيخ اللي بيتبع الامام المهدي، الشيخ اللي بيتبع الامام المهدي طوال بيرتقي الى مقام الانبياء. فانت اذا عاوز تسلك الطريق مع المهدي فدائما بيطلعوك من 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 المنظومه الفقهيه اصلا القاعده، ولقى الفقهي تماما، لقاه تماما وقال يا اخي نعتمد الكتاب والسنه، وخاض معه وفر حاجتين اساسيات لنفسه. يعني سئل المهدي مره من المرات يقول له اتباعه اللي كانوا اصلا صوفيين وبيبقوا معاه، قالوا له يا اخي نحن بنقرا دلائل الخيرات، دلائل الخيرات من الكتب الصوفيه المعروفه وبيقروها فيها صلاه على الرسول وفيها كده. فقال لهم المهدي، قال له فيها حاجه هل نحن نواصل في قراءه دلائل الخيرات؟ قال لهم نعم، لكن دلائل الخيرات كتاب فيه رقة ما فيه ما يعيب، لكن فيه رقة بيرغب القلوب. نحن جبنا لكم منظومة جديدة، كتب لهم الراتب، والراتب يعني الأنصار، الناس التابعين الأنصار بيعرفوا، أو الناس اللي عندهم معرفة في علم الحرف، إنه مكتوب بالأحرف النارية اللي هو بيجهز الناس ويفعلهم للقتال من جديد وبيخلوهم أكثر قوة في مواجهة القتال. فقال لهم أنا جبت لكم ده عشان تقدروا تواجهوا به السلطة الغاشمة حقت الأفراد. وحدث بعد ذلك أنه لحد ما يستولى على الخرطوم، يعني أنا ما داير أفصل في المسألة، داير أنه كيف المهدي وازن وعالج المسألة الروحية عند الأنصار. بعد ذلك أنا يعني يمكن الناس يختلفوا في تقييم فكرة الثورة المهدية، يختلفوا فيما بعد ما حدث بعد وفاة المهدي، دي مسائل خلافية بين الناس. داير أجي لجزئيتين، معليش انا اطلت الحديث، احاول الخص سريع في نقطتين اساسيات افتكر نعاين لهم بدل. الجزء الاول من الـ من الـ من الـ من, الـ من الحاجه دي، بعد سقوط الدوله المهديه ودخول المستعمر الانجليزي، كل مظاهر الأرواحية السودانية، المظاهر الأرواحية يعني الجانب الروحاني، تجلياته الإبداعية بتظهر في المعابد، بتظهر في التماثيل، بتظهر في المنتوج الحضاري اللي كان موجود على مستوى السودان، كان في مدن بأكملها. والأيام المعارك الدائرة في منطقة جبل موية، معروف إنه كان في زول اسمه هنري ويلكام موجود وكان بيبحث عن الآثار، كان في مدن بأكملها. الشيء الحدث بهذه لما دخلت المنظومة
المنظومه الاجتماعيه، المنظومه الانجليزيه المصريه دخلت السودان، من اخطر ما فعلته انها جرفت كل المقتنيات الحضاريه النوبيه، واخذت كل معالمها. يعني بنلقى جبل مويه هنري ويلكم اشتغل فيه ما يزيد عن 17 سنه، وعطل اقامه خزان سنان اللي كان اصلا مفترض يقوم من 1700 1900 وشويه، وامتدد السكه حديد عشان ينقل به الكتل الاثاريه وكل المقتنيات من ذهب ومن غيره ومن غيره ومن غيره ومن غيره. المساله ما كانت تلخيص فقط انه والله هنري ويلكم كان احد من، يعني هو نعم له علاقه بالطيب وله علاقه، لكن لاحظ شخصيه زي شخصيه هنري ويلكم اليهودي الاصل قاعد في هذه المنطقه تحت حمايه الدوله الموجوده، ويمسك حديد كامله من حلفه لحد جبل مويه عشان تتنقل الاثار. فهي القصه ما كانت اصلا باي حال من الاحوال انه هنا دور كان مستفيد، كان داير يستفيد من تجارب الادويه او يستفيد، لا ابدا، ده عمل متكامل. نلاحظ برضو انه في مضيله الكوه، ممكن لو كتبتوا صور منطقه الكوه الاثاريه، مش الكوه دي، الكوه اللي قدام دومنا فيها معابد ضخمه جدا تم نهبها وتم إفراق تماما من اي اثر. بعد ذاك ما فقط البريطانيين اللي هم تدخلوا، في كميه كبيره جدا من الدول اتت، وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه، ممكن تلقاها في بوسطن قبل عده سنوات، يعني اقول لك الف اثر تعرض لاول مره من قبل 100 عام، الف اثر تعرض في منطقه عندنا هناك اللي هي منطقه بنا شمال غربي منا، كان عندهم مشروع ضخم جدا جدا، وهو مشروع بيقال انه كان مشروع زراعي، لكن افتكر واستمر من سنه 64، لكن افتكر انه جزء منها كبير جدا جدا حملت بموجب اثار السودانيين، بما فيها عرش بعانخي، بما فيها ايوانو، بما فيها كرسيو، بما فيها كل التفاصيل دي تم نهبها وتم حملها. انا افتكر انه ده اكبر تجريف للوعي الروحاني والرعي الحضاري عندنا. يعني انت الليله المقتنيات عندها تمثلات وعندها حاجات مرتبطه بارواحيه الشعب السوداني وبحضارته وبتاريخه، لانه في تجليات المعامل الروحيه بتاعته نزعت كلها، ودخلنا في مرحله جديده. المرحله الجديده يعني من الاغدار القريبه انه الخواجات مشوا على ذات النفق، ذات البيوتات، ذات الارتباطات الروحيه القديمه، وده ممكن واضح جدا جدا، لكن باضافات جديده. الاضافات شنو اللي عملوها الخواجات؟ في ثلاثه ركائز جديده انا ما حكيت عنها، امر عليها سريعا. الارتكاز الاول اللي هو الاسره الكبيره، اللي هي انا حكون واضح أقول الكلام، اللي هو أسرة محمد عثمان المرغني، أول دخول للأسرة المرغنية السودان في 1813. الشيخ محمد عثمان الأكبر دخل السودان، ومعروف القصة الشهيرة جدا حول تسابق الشيخ محمد عثمان المرغني بدخول السودان، والشيخ عثمان دامبوديو اللي كان يمثل الزعامة اللي هي كانت الولاية في سقط في شمال نيجيريا، في مجموعة الفولان في شمال نيجيريا. والرواية أو الأسطورة بتحكي أنه هم الاثنين تقدموا إلى منطقة بارا. طيب بارا فيها امرأة، من يتزوج بها بالزواج المردي بيلد زوج صاحب المقام أو صاحب الوكت، يعني ولي كامل، ويقال انه سيد محمد عثمان وصل قبل بيوم ودخل وتزوج وكذا، برغم انه من ناحيه تاريخ، يعني من ناحيه انا لما راجعت لقيت انه عثمان دافوديو توفي تقريبا في 1817، ودخول السيد محمد عثمان المؤرخين المراغنا اصلا 1818 كما في كتاب الابان المعروف، فما بعرف انه ارك، لكن القصه على اجمالها
يطروا بالسياسه. طيب المراه دي منو؟ اسمها رقيه بنت جلاب، يقال من مجموعه الجوابر، والجوابر جمعي من المجموعات النوبيه الموجوده في باره، وما ادراك ما باره، كمقام من المقامات المهمه. باره والمدن يعني التشكيلات المدينيه اللي تشكلت عبر تاريخ السلطات او السلطه النوبيه القديمه، كان معروف انه دائما يكون في مدينتين، في مدينه مقدسه وفي مدينه سياسيه. يعني الكلام ده ممكن نلاحظه في الفاشر وكوبي. الفاشر مدينه كانت للسلطه اسره الكيرة، اسره يعني مقام من ما فيها قصر السلطان ومقام روحاني مقدس. وكوبي تقع شمالها، هي المنطقه التجاريه والمنطقه الاقتصاديه، كان بيتواجد فيها كل السودانيين وغير السودانيين في ممارسة أعمالهم التجارية. في نفس المسألة بنلقى سنار ومنطقة أربجي. أربجي كانت من المقامات الروحية المهمة. ملاحظين أنه حتى أربجي كمنطقة بتقع شرق غرب. ممكن أقدم ملاحظة صغيرة، أنه كل المناطق اللي بتقع عن النيل شرق غرب هي منطقة بتعد في الحضارات النوبية القديمة إنها من المناطق المقدسة. هتجد فيها معابد، وممكن الكلام ده ملاحظ في البركل، هتلقى محل المجر بيمشي شرق غرب يعني في اتجاه حركة الشمس غروبا وشروقا، تلقاه في أقصى الشمال في منطقة نوري، بتلقاه في البركل في منطقة البركل، بتلقاه في منطقة أربجي ورفاعة النيل بياخد المسار الشرق غرب بتاعه، وبعض المدن بتلقاها في أبو حرس. دائما في مزاوجه ما بين المدن السياسيه صاحب الابعاد السياسيه وما بين المدن اللي فيها بعد ارواحي، ويظل هذا البعد موجود. يعني المغلف بكميه من الاساطير، مغلف بكميه من القصص، يعني من المعلومات اللي ممكن تذكر على سبيل التذكير. يعني ابو حراس كمنطقه معروفه للاولياء والصالحين، فيها مقامات كبيره، فيها الشيخ يوسف ابو شرف، فيها الشيخ نفع الله المنصوره، بيعتبر مقام روحي كبير. يعني لما سالت شنو السر غير الموقع ده، شنو السر اللي فيها، يقول لي لا ده مقام تحت. يعني الكلام ده ما بيتقال بشكل معلن وبيتقال في منصات خاصه، بيقول يا اخي ده مقام سيد نرجس. انت في النهايه بتسلم وبتقوم تندهش لكلمه الكتاب الموجوده في المنطقه بتاعت عمر، معلش الزمن خلاص كده، اديك 10 دقائق تلخص عشان ندي فرصه للناس كمان مداخلاتي. ايوه طيب معلش انا والله يا اخي استرسلت شديد وبحاول اجمع اطراف الموضوع. ابعاد الارض وابعاد الجوانب الاموميه ظلت مؤثره في تشكيل المجتمع السوداني. وذكرت احاديث او ذكرت الموقف في بارا بالتحديد عشان اجي اربطه بشكل مباشر بالتكوينات اللي كونت ما بعد الاستعمار، ما بعد الاستعمار المصري. يعني ظل اثر الاسره الشريفه الممتد، ومن بارا بنلقى الاسره نفسها جات تتبعت الاثر النوبي القديم. يعني بنلقى ابن الشيخ محمد عثمان المرغني، الشيخ الحسن المرغني، يتزوج حفيدة الشيخ إدريس خوجل أبو الجاز في منطقة الرأس. يعني شوف التتبع، يعني هم نفسهم بيعرفوا الكيانات اللي ارتبطوا بها. يعني ما في زوج بيجي ما عارف انه داير يرتبط بمنو كيف. المسألة دي في السودان التراتبية دي موجودة، والمسارات دي واضحة الناس طوال بتمشي فيها، وبتلقى الحاجه دي في حتات كثيره جدا جدا. بنلقى المقام الكبير جدا جدا، بنلقى السيد عبد الرحمن هو المنقوله ابن السلطان محمد الفضل. نفس العلاقات ونفس القيمه الاجتماعيه والقيمه الروحيه في نفس المسار مستمره. ما فعلوه الانجليز، ده اخطر انا افتكر ما حدث في تاريخنا كله، انه جابوا انفسهم في مقام المانح
المانح ما هو الشعب ده قاعد يعتقد في هؤلاء الناس وبيعتقد في سلطتهم الزمانيه وسلطتهم الروحيه. كون يجي زول من فوق ويمنح هؤلاء المانحين اللي عندهم السلطه دي، يمنحهم هو السلطه، يبقى هو صاحب المركز، مركز القرار يعني، ده ما يؤدي لانه يعمل اخضاع كامل للمجتمعات المحليه. يعني بيتم اخضاعنا نحن عن طريق اخضاع هذه المجموعات دي تم تشكيلها داخل منظومه الدراسات البريطانيه تم تشكيلها في السودان، لانه اغلب الاداريين في السودان كانوا عباره عن علماء بتعني سربولوجي، قدموا دراسات ومعلومات وافيه عن تاريخ السودان، عن انساب السودانيين، عن تاريخ السودانيين، عن حياه السودانيين، وعارفين هم بيعملوا في شنو وكيف يستطيعوا انه يعيدوا صياغه هذه المجموعه. وتولت الاداره البريطانيه هذه المنظومه وتم تشكيلها تشكيل كامل، وتم اعطاء يعني مثلا سلاطين باشا كان مسؤول بعد هزيمه كيرري، كان مسؤول من اسره السيد عبد الرحمن المهدي، وهو اللي تابع تنشئته وتابع دراسته وتابع منح المال، يعني انه هو منح اراضي ضخمه جدا جدا ومنح قروض ضخمه جدا جدا حتى ما تم سدادها، الكلام ده موجود وموثق له يعني. وكذلك المراغنه من العهد التركي منحوا اراضي ومنحوا اموال ضخمه جدا ومنحوا سلطه، وكذلك كميه من البيوتات اصلا منحت هذه السلطه. هنا استطاع الانجليز انهم يعتلوا السلطات الروحيه والسياسيه في السودان، انهم هم اللي بيمنحوا السلطه ل قياداتكم الدينيه وقياداتكم السياسيه، بالتالي انت اولى بالخضوع. يعني اذا كان اصلا قياداتك يعني الترميز ده، ترميز ده للسيطره على السودان. ولما تكاملت جهود الاداره البريطانيه واوشكت على الخروج من السودان، كانت اكتملت كل الدوائر تحت السيطره على السودان، لدرجه ان هم شكلوا الادارات الاهليه من التشكيلات الاجتماعيه نفسها اللي هي عندها ارتباطات بالارض وعندها ارتباطات بالبيوت المقدسه داخل المناطق، وغيرها من الوافدين اللي وفدوا حاولوا يشكلوا بهم اداره تم عبرها السيطره على كل اراضي السودان. ما زال اعتمدوا على الادارات الاهليه اللي هي اصلا تسلسل جاي من الهيمنه على البيوتات الكبيره. يعني مساله الهيمنه دي تمت بدقه شديده وبدراسه وافيه جدا. هو التصور ده منقول كوبي بيست من ما حدث في منطقه شمال نيجيريا، يعني في سقطه عثمان دانفوديو برضه تم السيطره عليه عن طريق السيطره على نظام الحكم، وما نزعوا الحكم خالص، انما جابوا سلطان جديد ومنحوه هم السلطه عشان يبقوا هم السلطه الاعلى اللي بتمنع السلطه الروحيه، بدل انه ربنا بيديك الحق المقدس في الحكم ده، يبقوا هم اللي بيعطوا الحق المقدس في السيطره على الشعوب وفي السيطره على كل المنطقه. فالسودان تعرض الى اكبر عمليه بتاعه سيطره وتجريف للوعي الروحي والاجتماعي بتاعه. عشان كده حصل لنا حاله من المتاهه كبيره جدا جدا، حاله من التشتت غريبه جدا جدا. وبنلقى يعني في دقيقتين بحاول اربط ما ظل زمان وما يحدث الان في السودان. ايش اللي بيحصل لنا الان من هجوم من غزو على مناطق السودان المختلفه، ومن حرب مستعره ومشتعله من اجل السيطره على الارض. وبنلقى هذه الحرب، يعني انت يعني في مخيالك العادي او في تصورك انه يا اخي زول بيجي يغزو ارض وداير يسيطر عليها ويفرض هيمنته عليها بشكل واضح جدا جدا بادعاءات ديمقراطيه غيره غيره، لكن خلونا نرجع الاشياء لاصلها اللي هي موضوع الارض المقدسه دي والسيطره عليها. الناس دين جو من مناطق اصلا كان عندها اعتقادات قديمه زي عثمان دانفودي وغيره، عندهم ما يقولوه لموضوع الارض في السودان، لانهم هم عندهم علاقه روحيه كبيره جدا
الوجود على النيل، يعني عندهم مقولات، عندهم اساطير حول وجودهم حول النيل. يعني الموضوع ده ما جاي فقط لانه والله يا اخي حميدتي ما عارف، انتوا لو ملاحظين انه طوال تحول الاسم لاسم الامير، والمساله بتاعه استخدام الحجابات واستخدام الجانب الارواحي الكبير المستخدم. مش كده بس، هتسمعوا يعني انا سمعت تسجيلات كثيره من نيجيريا، من مناطق كثيره، انه حنتلو كم الف مره ما بعرف الصوره الفلانيه، عمليات السحر والشعوذه المستمره للسيطرة على السودان، والخطاب واضح للسيطرة على أراضي السودان. هنا أنت بتعرف إنه اللي بيلعب على المكونات دي ما في زول غير المكون العارف أسرار الوجود الاجتماعي والسياسي والديني في المنطقة، واللي أصلاً دارسه وعنده المعلومات الوافية عن الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية والتاريخية في هذه المنطقة. وما ممكن مثلاً دولة زي دولة الإمارات تعمل تدخلاتها العميقة دي ومعرفتها بأسرار المناطق دي وأسرار المجموعات دي وتطلعاتها، دائرة معرفة سياسية عميقة ما تتوفر إلا لنظم استخبارية عالية زي الـ MI6 وغيره، عندهم داتا وافية ودراسات مرتبة وقديمة حول الصراع الاجتماعي والسياسي في المنطقة دي، بيعرفوا كيف يستخدموا الآليات، لأنه نفس المكونات الاجتماعية دي دي تم استخدامها في تكوين المكون الأساسي اللي هو البعد السياسي الموجود داخل الكتلة الاستغلالية. دي كونوها خواجات بنفس القبائل الحسة قاعد تقاتل، وبنفس المجموعات وبنفس المسميات. مش كده بس، هتلقى نفس النظار الموجودين هم نفسهم أسسوا بهم الكتلة. الكتلة دي أسسوها الخواجات من سنة 45 تم تأسيس الكتلة دي. هي الكتلة الآن، يعني أنت لما تسمع دولة 56 أعرف إنه الدولة هم هذا المكون اللي بنوه الخواجات أصلاً لاستقلال السودان في مقابل الكتلة الاتحادية اللي كونت أصلاً وكانت عندها استتباع لمصر. المسألة دي يا جماعة مرتبطة ببعض ارتباط وثيق جداً جداً، وبنلقى إنه المكونات دي تم الدفع بها بقوة شديدة الآن لإعادة سيطرة المكونات الاستعمارية من جديد، يعني وفرض سيطرتها على المنطقة الممتدة في السودان الفرنسي القديم إلى منطقة إلى السودان ككل. وأنا آسف للإطالة وآسف للتداخل الموضوع، يعني ممكن يكون ده جاء من عدم تجهيزي للحاجات بطريقة كويسة، فبعتذر للناس وأتمنى تكون المادة مع كثافتها ومع تداخلات الكثيرة قدرت وصلت بعض المعلومات، وبعتذر يعني عن الإطالة. شكرا جزيلا. شكرا لك يا عمر، والله مادة ثمينة جدا ودسمة، ونحن عاوزين الآن نفتح الفرص. نحن تكلمنا كثير، وشكرا كثير أول حاجة للأستاذ جمعة غلفان على الإضافة الثرية عن ثقافة الأجن. طبعا الفكره هو اختزل الورقه يعني، وكذلك شكرا للاخ عمر فضل، خادنا في سياحه جميله جدا حول السودان وتكوين المجموعات والتقاطعات وده كله، ونحن بضمن تضامن تناولنا على موضوع الروحانيه. الان عاوزين نفتح المجال نسمع من الحضور يعني اسئله او تعليقات او حتى نقد، او حتى عشان الناس تستفيد يعني دوي بنار ثقافي، احنا عاوزين نسر النقاش. شايف استاذه رويده عكاشه رفعت يدها من قبل، فاحنا نديها الفرصه، وبعديها طوالي استاذه دوما علي. السلام عليكم. اول حاجه الو، صوتي مسموع؟ مسموع استاذه رويده، تفضل. اول حاجه السلام عليكم، بشكر مقدمين الورقة للإثراء الثقافي التاريخي، وكمان بشكر المجموعة القائمة على المنتدى، وأتمنى أنه يكون نواة لمنتديات جاية في أوراق مختلفة. الدكتور الأول أو المتحدث الأول ذكر مجموعة من الآلهة، على سبيل المثال ذكر آلهة الأرض والسماء وعرج على آلهة الأمومة.
فسؤالي له إنه شنو شكل التعبد اللي كان قاعد يكون هناك، واللي هي آلهة عقد اجتماعي. وكذلك على الجانب الآخر أعرف دكتور جمعة الأرو على إنه هو نظام ديني اجتماعي، فشنو العلاقة أو أوجه الشبه بين الآلهة في جبل البركل، وخاصة في الاثنين ذكروا آلهة الأمومة، وجه الشبه بين آلهة الآلهة في جبل البركان والأرو في جبال النوبة. شكرا. طيب انا اول حاجه بخلي الاستاذ جماعه يرد، وبعد كده السؤال الموجه لي انا في الورقه اللي قدمتها ممكن ارد عليه. افتكر استاذ جماعه المساحه عندك هي مساحه اكبر، عن السؤال عن الارو والثقافه وربطها بين مروي وبيكوش. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا أخت رويدة على السؤال بتاعك. الحقيقة أنا زي ما ذكرت أن النظام بتاع القائم في عندنا في أجل هو نظام ديني كامل، ولكن ما يميزه عما إحنا يعني نعرفه عن النظام الدين في السودان القديم وانه هن بيعتقدوا في وجود اله واحد اللي هو بيسموه بيل بيلت اللي هو الخالق، مع وجود ادوار يعني للبشر اذا كان احياء ولا اموات في يعني في في يعني تحقيق رغبات الناس ولا حياه زي دي يعني. لكن وطبعا البركل ولا زي ما هن سموه بركله يعني من الحياة الموجودة عندنا إحنا في خراسان، بغض النظر عن هو بالضبط يعني الشيء اللي جبل البركل ولا حتة ثانية، لكن المسألة دي يعني موجودة. لو إحنا ربطنا وجود الأرو كنظام وربطناه بوجود نفس المفهوم في الفترة بتاعت الممالك المسيحية وفي الحقبة الأقدم، ممكن نقول إنه احتمال زي ما في واحده من الفترات يعني ظهرت مساله التوحيد في الممالك القديمه، احتمال يكون النظام بتاع الاورو هو الاوف شوت ولا الاستمرار بتاع النظام بتاع التوحيد مع اندثار النظام بتاع الالهه المتعدده في 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 في, في مرحله من المراحل. واحتمال برضو يكون الحته بتاعت انه الاورو ظهر كنظام ديني ونظام اجتماعي في نفس الوقت نظام بتاع حكم، يكون برضو انعكاس برضو للتحول اللي ظهر لما المساله تحولت من مروي ل ل من سوري من 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 نبته لمروي برضو احتمال يعني. ونخلي في فرصه للاخ ونتوت. شكرا استاذ جمعه. بالنسبة لأستاذ رويد المتسالة، أفتكر الصياغة اللي أنا تكلمت فيه عن الموضوع ده هو في صياغة العبادة أو وصف العبادة والحالة الروحانية في كرمة اللي هي الحقبة الأولى للحضارة السودانية. طيب في كرمة الحقبة الأولى للحضارة السودانية هي طبعاً كانت يعني أكثر ما يميزها أنها كان في تعددية للآلهة، يعني الآلهة متعددة، أو نحن نسميها بالمفهوم السماوي، يعني يكون في وثنيات آلهة متعددة يعني أكثر من إله. في إله للأمومة، إله للشمس، إله للخصوبة، إله للقوة العسكرية وهكذا. يعني دائما في الثقافات القديمة الناس بتكون بتغدس يعني معتقدات أو مواضيع بتكون هي الأهم. يعني الشمس واحدة من المواضيع المهمة جدا في الثقافة النيلية القديمة، الثقافة النيل دائما على النيل والشمس، كذلك خصوبة الأرض واحدة من المواضيع. فبالتالي بيكون بيجسدوا الحاجة دي أو المواضيع دي إنه يكون في إله معين وهم بيعملوا غرابين. فشكل الطقوس والممارسات هي كان يعني طقوس مثلا ممارسات عادية يعني بتاعت تعبد، يعني بيكون في مثلا عاوزين تزيد الخصوبة بيكون بيمشوا للمعبد يقدموا التضحيات والاحتفالات والابتهالات والصلوات عشان يحصل الخصوبة، وكذلك
لحركة الشمس، وكذلك لمفهوم الأمومة، وكذلك للقوة العسكرية عشان تحميهم من الأعداء. نحن قادرين نميز الحاجة دي من المدافن بتاعت كرمة. كرمة عندها مدافن مميزة تميزة مثلا عن الحقب اللاحقة في الحضارة، وبتحتوي على المغابر الملكية، بتحتوي على كنوز. طريقة الدفن بتورينا كثير جدا عن المعتقد، ودونا الآثارين يعني زملائنا الآثارين بيخدمونا كثير في عملية التحليل للآثاري وطريقة الدفن. وعموما قادرين نستشف من خلال المدافن شكل المعابد حالة روحانية يعني روحانية عالية في كرمة، بتقدر تخلينا نحن نشوف المنظر. وزي ما قلت انه دوكي جيل هي اصلا معبد، هي اصلا مدينه دائمه على معبد. واذا كان دي اجابه لسؤالك. استاذ الدوما نحن نديك فرصه بعد يا استاذ علي. قول شو أستاذ الدومة، إذا أنت كنت عندك سؤال اتفضل. فكر أنت ميوت، يعني يمكن إذا بتتكلم إحنا ما سامعينك، بتعمل أم ميوت عشان نسمعك. أوكي آسف بس ما في مشكلة. أوكي سوري. طيب سافر نقرا. ايوه بس في اكو زي اللي انت فاتح حاجتين مع بعض، احنا شايفينك مرتين بالضبط. اي بس كان الاوردينيتور عشان كده. جميل. ايوه انت ممكن تعمل ميوت لواحد وتتكلم بواحد بس. أيوة. جميل. اوكي طيب شكرا شكرا جزيلا أستاذ نوبنتود، وشكرا للدكتور الجمعة، وكذلك الأستاذ عمر للورقة الجميلة. يعني بجد استفدنا كثير من المحاضرة الشيخة فيما يختص بالمسألة بتاعت الاسبيريتشواليتي. وأنا بس فقط حبيت أنه الداخل في الموضوع، لأنه لاحظت أنه في بعض المشتركات في المحاضرة اللي قدمت خاصة في مسألة بتاعت الجانب بتاعت الجوانب الروحية، ذكرتم مسألة بتاعت الدوكي. وأنا شخصيا يعني بس لاحظت أنه في مشتركات أو مسميات يعني قريبة للمسألة دي، عشان كده بس داير فقط مسألة بتاعت التوضيح. فيما يختص بمسألة بتاعت الدفوفة، بس عندنا في منطقة في شمال دارفور، لأنه شخصيا المنطقة اللي أنا نشأت فيه يعني قريبة للإسم نفسه باسمها ديفتا، وبالقرب منه في المكان ممكن يعتبر يعني مكان مقدس، بيرتادوا الناس كل يوم الأربعاء لممارسة بعض الروحانيات. المكان مسمى يعني قلقلي، لكن في نفس الوقت ما عارفين تفسيره بالضبط، يعني ماذا تعني كلمة قلقلي. وفي نفس الوقت بالقرب منه في يعني مكان أو ممكن نسمى يعني أحجار كده ولا أحجار ملسة مسمى دوكي والدوكيات. ولاحظت أنه الأسماء دي في عملية بتاعت تقارب رغم الممارسة بتاعت الناس من النواحي الروحية. حابي أنه دي لأنه أستاذ نوبنتود ذكر بالدبت مسألة بتاعت الدفوفة وعلاقة الدوكي جيل ما الدوكي ودوكيات يعني عندنا. النقطة الثانية عايز أسأل بالنسبة للدكتور جمعة، ذكر مسألة بتاعت الأرو، وفي نفس الوقت احنا في برضو هناك الناس بالنسبه للشخص الكبير الممكن يكون مبجل عند الناس بيسموه اروندولي، بس انا برضو عايز اعرف يعني مساله بتاعت اروندولي والارو ماذا تعني يعني بالتحديد. في نفس السياق مساله بتاعت بالنسبه لمساله التقديس، لانه ذكر بانه الممارسات الشاعريه بيتم يوم السبت والاحد،
علما بانه احنا هناك الناس الممارسه دي ما زالت عند الناس، وخاصه جزء من الناس اللي ممكن يمارسوا مثلا الكجور على ما اعتقد بيمارسوا المساله دي يوم الاربعاء بدلا عن السبت والاحد. بس انا عايز اعرف ما هي السبب، بما انه السبت والاحد معروفه عند البقيه بتاعت الاديان اذا في الوقت الحديث يعني. دي الشكليه بتاعت الاشياء اذا لخصته بصوره جيده، وشكرا جزيلا يعني تحت الفرصه، وسعيد جدا الواحد بانه يكون مع من ضمن الحضور هنا يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك الاخ الدومه. انا حقوم ادي مزاحه للدكتور جمعه يرد عليك، وبعدك انا حرد على السؤال بتاعك حقك. شكرا الاخ الدومه، انت تناولت موضوع القدسيه بتاعت يوم السبت والاحد والاربعاء، وبرضه تكلمت عن موضوع رندلي. اول حاجه نجي لموضوع يوم السبت والاحد. انا شفت يوم السبت فعلا هو يوم كيوم يوم يوم يوم, يوم مقدس. يقول لك مثلا احنا نقول لك مثلا ما في حرك، ما في شكل، ما في جو، ما في زعاج يوم السبت. ففي واحده من الاغاني الاغنيه بتقول شاندا ويكون دين كيراجيت انا ويا شاندا يوم السبت. واحد ظاهر شاكل معقول هو المشكله، قال لي الناس ما بتشاكل يوم السبت، تعال يوم الاحد تشاكل. الحاجة الثانية يوم الأربعاء عندنا يوم مقدس، يعني يوم هو مش يوم، يعني يوم الناس ما بيعمل فيه ما بيمارسوا أي نشاط. أنا أتذكر أنا آخر مرة مشيت الزراعة كان سنة 81، وجيت بأنه الناس بيشتغلوا الزراعة يوم الجمعة، لكن ما بيشتغلوا يوم السبت والأربعاء، ما زي مشي زراعة يوم الأربعاء نهاية ولا في البيت. عندنا واحد عمنا ذكر جاء وكان مسافر، جاء ذكر جبات معانا يوم الاثنين والثلاثاء، ودعنا سافر بعتبرنه مسافر خلاص انا مسافر بكره، ودعنا فات مشينا لبيت ولده يوم الخميس لقيناه قاعد. كيف انت ما سافرت؟ قال لي كيف انا سافر الاربعاء كيف؟ فبطل السفر يوم الاربعاء. فالاربعاء عندنا يوم مقدس. الرندلي دي انت ما اعرف الاخ الدومه في اللغه، لكن فعلا ملاحظه مهمه يعني حاجه جديده بانه الناس يعني تبحث فيها الرندلي، لأنه أرن والنون الفنوس دي كلها يعني من الخصائص في اللغة المبيئة أن فيها يعني زي كأنك تتكلم بلغة الأجنة لما تقول رندولي دي يعني رندولي. طيب شكرا كثير أستاذ جمعة. بالنسبة لأخونا دومة المتحدث، أنا يبدو أنك أنت من الميدوك من الكلام بتاعك. انتوا من البرجد لكن فعلا دي من خلاص ما عرف انا في سمبا انا اقرب البرجد ما جنب برضه البرجد ما جنب كل الكلام الثاني بينطبق على البرجد بينطبق على الميدوب اكزاكتلي. فاول حاجه شمال دارفور يعني اقرب للميدوب بالتحديد يعني جغرافيا. اول حاجه استاذ جمعه ارون دولي دي افتكر هو اورو ذاته نفس الارو بتاعنا الارو، والنون هي نون الاضافه، ودول يعني ممكن يكون عظيم او كبير يعني. أيوة. كبير فشنو فبعدين انا اول حاجه الحته اللي انت قلتوا فيها الحاجات دي وصفتها دي فيها الحجارة المقدسه واللي انتوا بتسموها دوك، طبعا دوك او دوكي دي الجزري ده اللغوي ده يعني العباده، منطقه عباده. وبالتالي احنا محتاجين اول حاجه انت تبي توثق الحته دي اللي انت قلتها ذكرتها دي قبل ما تتفقد، توثقها توثيق جيد وتصوروها وشوفوا الناس الكبار اللي بيمشوا وتجمع اكبر معلومه ممكنه، لانه دي ممكن تكون مفتاح كويس عشان نفهم به ذاته هنا، لانه احنا منطقه الدفوفه الارض زي ما قال الاخ عمر نهبت كثير هنا زي ما ذكرت في بدايه هنا الهجمه الشرسه على الاثار والمعرفه، ودي ما معرفه يا جماعه النولج، this is a source of knowledge. يعني احنا السبيرشواليتي نحن مش بناخذها بس من ناحيه بتاعه ثقافه، ونحن نعرف ذاته، نعرف منها معرفه كونيه ومعرفه ذات لينا نحن. فانت كده اول شيء الحته دي تتعرف عليها هي وين جغرافيتها وين، وامشي وثق هو جيد جدا جدا. نحن في جمعيه اللغه النوبيه عندنا باحثين عندنا امكانيات بسيطه، لكننا نحاول ندعمكم معنا الاخ الدكتور جمعه ومعنا مجموعه كويسه يعني من الباحثين المهتمين، وممكن نوثق الحاجه نصل لحاجه كويسه يعني. فكل اللي انت ذكرته ده جدير بالاهتمام زي ما قال دكتور جمعة، جدير بانه احنا يعني يكون في مدخل بتاع بحث جيد.
أنا أعدي الفرصة لأستاذ علي كان رافع يده من قبيل. طيب السلام عليكم، سامعيني؟ سامعينك كويس، سامعينك. أيوة. بدءا يعني نشكر الإخوة القائمين على هذا اللقاء. فأنا دير يعني دير أضيف في المسألة بتاعت الموضوع عن الروحانيات. أنا قبل كده يعني كان عندي ورقة اشتغلنا على كان بمساعدة بترحم على روحه أخونا فريد وبرضو الدكتور صبار، فللأسف الداتا جمعتها منهم كلها اتفقدت، لكن بالنسبة للداتا بتاعت الأجن طبعا لأن يعني يعني أنا جزء منها واحد. أنا غير أضيف مثلا يعني بعض الترمينولوجيز، أصلا الورقة كانت عن الاسبريتشوال ترمينولوجيز يعني المفردات الروحانية في اللغات النوبية، ويعني التركيز على 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 الأجن. إحنا عندنا يعني جمع ذكر بعض الأشياء مثلا زي لفظ الجلالة. إحنا عندنا في الأجن عندنا بيل اللي هو الاسم العام، لكن توجد بعض الأسماء الديسكريبتيف وبعض المسميات الثانية مثلا اللي عندنا يعني بيصر في الغصم العظيم، الزول له دير يقسم يعني غصم عظيم، يعني بدل يقول بيل يرتب يعني ربنا الخالق بيقول جيلمان تليمان جيلمان تليمان، يعني بصر هنا لفظ تلي اللي هو ظهر لنا موجود عند هنا الميدو وفي برضه في النوبيه القديمه ولا في الموريتانيا ما مذكر موجوده. وعندنا برضه يعني ال 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 يعني برضه ديسكريبتيف مرات نقول بيرمور بيرمور يعني ال 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 يعني مور معنى العظيم عظيم كبير كلها بتدي نفس النوع. عندنا بيرلرتو البيل يعني ربنا الخالق. وعندنا في بالنسبه للمناسبات الدينيه احنا يعني المناسبات مثلا الافراح يعني نقول كوري زي العيد اي حاجه نقول كوري. الحاجات الدينيه يعني مثلا القانون والعادات المربوطه بالمسائل الروحيه بنقول لها شبري، اللي هو دي دخلت في العاميه السودانيه الناس بيجوا يقولوا سيبر احنا نقول شبري. في عادات ثانيه برضو يعني 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 زي الكرامه، زول يعمل كرامه يعني في ايام معينه الناس يعني بيعملوا يعني في 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 اورو معين بيحدد انه يوم كده يقول لك ايه الشدقه دي شدقه. هي ما عندها علاقه بكلمه صدقه العربيه لانه الصدقه هي عطاء يعني، لكن هنا دي الغربان يعني يعني بنقول شدقه. فيعني في ايام محدده الناس بيقوموا بعملوا كرامه، الشدقه دي غالبا بيكون يعني يا عصيده يا بليله بتتعامل في يعني برا. وواحده منها يوم الاربع، يوم الاربع هو يوم مش مقدس بس يوم الناس بتشاؤوا منه، يعني حتى الزول لو عايز يسافر ما بيبدا السفر يوم الاربع. وفي الصريف في الزراعه الناس يوم الاربع ما مش الزراعه بيقوموا بيعملوا كرامه البليل دي اللي بقولها شركه. دي الكلمات اللي انا كنت داير اساهم بها، يعني الوقت ما 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 بيسمح انه الزول يبحث اكثر، لكن حاولت اساهم يعني ببعض السبيريتشوال ترمينولوجيز. استاذ علي كلام جميل جدا، انا بس كنت عاوز اضيف سؤال قبيل الاخ عمر في ورقته او في نقاشه قدم مصطلح المانجلوك وعجيب المانجلوك شخصيه زي ما هو قال سياسيه وسودانيه، يعني احنا عاوزين غراء كلمه المانجلوك او المصطلح ده من خلال الاجن لو فسرت لي. هو من احد الاجن، احنا في الاجن عندنا هي اصلا ما مانجلوك هي مانجيل. احنا عندنا مانجيل، عندنا الاتنجيل، عندنا ايرنجيل، عندنا توكانيل على حسب نوع السلطه. المانجيل دائما ما بكون هو
هو شيل اساسي. طبعا برضو يعني احنا كلمه شيل وكلمه اورو احنا عندنا هو الاثنين ملوك لكن بيختلف. الاورو هو دائما يعني قائد روحي. لو حصل شخص جمع بين الـ بين الـ بين الـ 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 السلطتين، السلطه السياسيه والسلطه الروحيه، بنقول عليه اوروشيل. يعني اقول لك الزول ده اوروشيل، معناته هو ملك وفي نفس الوقت قائد روحاني. لكن لو كان ملك بس بنقول عليه شيل. لو كان قائد روحاني بس بنقول له اورو. فلو بقى عنده السلطتين بنقول له اوروشيل. فهنا المانجل هو زي هو يعني وزير، يعني هو او 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 ملك اقل، يعني معناته في ملك اعلى منه. يعني زول قد يكون مانجل معناته هو ما السلطه العليا، في ملك اعلى منه، ممكن يكون حاكم اقليم، ممكن يكون وزير، اي سلطه غير سلطه الشيل الاساسي مانجل. الملوك ذات زمان في الملك الاساسي الشيل اللي بقول له اللي هو بقول له كوتينيل كتو اللي هو المقعد، زول الاصل الجالس على السلطه، او ممكن اقول له توكانيل اللي هو الزول اللابس التاج بتاع السلطه. بعد ذاك الملوك الاصغر ممكن واحد يكون مثلا الاتينيل ده التاج العادي، ملك مثلا يكون ملك مقاطعة مثلا، ممكن اقول له الاتينيل. او ممكن يكون لانه زمان التتويج بتاع الملك بيتم على مراحل، التتويج بيتم في 7 سنوات، يعني مما يبدا التتويج لحد ما ينتهي 7 سنوات. في كل مرحله الملك بيكون عنده صفه معينه، يعني ممكن يكون الاتينيل اللي هو يعني ملك لسه، ممكن يكون توكانيل لحد ما يبدا شيل اخر خلاص، يعني ده خلاص لما سلطه جه وجلسه على مقعد التنصيب اللي هو سموه ككر، يعني خطا وصل كتب ككر معناته حجر، لانه الحجر اللي بيحطوه الملك ينصفه سموه ككر. ككر معناته حجر، لكن المقعد اسمه كتب. والملك المجلس الزخله بسموه كوتينيل. فكلمه مانجيل هي اصلا بتعني وزير او ملك ثاني. طيب هل عندها معنى ثاني مثلا ان هي جاي الملوك من الظهر؟ يعني هو اتكلم عن انه ده اول ظهور للملوك. هي 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 ممكن تاخذ المعنى، لانه احنا عندنا في الاجنبي ماي معناته ظهر. ماي يعني ماي معناته ظهر. يعني اخذ الملوك من ظهر ابوه يعني. ماي برضه ممكن يكون يعني الملك الوراني، يعني الابوية العامية زي الملك الوراني. ايوه. الملك الوراني او لكن 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 ما 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 حنقدر نقول بتعني انه سلي الملك، لانه لو كان مثلا السلاله حنقول كرل. احنا بنستخدم صلب ما بنستخدم ظهر. احنا بالنسبه للانسيستر بنستخدم الصلب ما بنستخدم الظهر. ايوه اوكي تمام واضح. طيب ايوه طيب انا بس كنت عايز اضيف حاجه واحده، انه يوم الاربع فعلا هو يوم نحس، يعني هو بيقولوا أربعان ونباك عندهم في النوبين الشمال، إنه هو يوم بالذات يوم الأربع في نهاية الشهر ده بيكون يوم سيء جدا. ده بيكون نحس، الناس ما بتعمل فيه لا عزوم ولا أي حاجة، وما بيكون فيه أي، حتى في الثقافة السودانية العامية بيقول لك ما تحلق يوم الأربع، إجازة الحلاقين والجزارين كلها يكون يوم الأربع، ما بيعمل الحاجة. في اي زول عنده هنا يوم الاربع ده ما بكون في ضبيحه، ما بكون في عرس، ما بيعملوا العزومات، ما بيعملوا السمايه يوم الاربع، يعني دي حتى في الثقافه السودانيه العاديه. طيب انا اخلي استاذ عبد اللطيف. طيب بس قبل عبد اللطيف بدي فرصه بسيطه، بس دقيقه واحده. جدا علي كبير ذكر مساله الشبره والحياه دي. انا في سياق المساله بتاعت القانون والطقوس والحياه دي، الحاجة اللي زي ما ذكرت الأعياد والاحتفالات والمناسبات احنا بسموها كوري، يعني في كم كوري في السنة المبرمجة؟ السنة المبرمجة فيها عدة كوري. بعد الطقوس الدينية، أي حاجة عندها يعني مدلول روحي وديني هي دي الشبره اللي هو الذي في السودانية بيقول السبر. الحياة ممكن تكون زي لوائح ولا قوانين، يكون قوانين دائمة ولا حتى مؤقتة، هي يسموها الشورى.
بعدين الحاجه الطقوس الرمزيه اللي ما عندها اي دلاله يعني خاصه دي بيقولوا على ادي الحاجه الرمزيه يعني الناس بيعملوا حاجه مجرد حاجه رمزيه. كلام جميل جدا. استاذ عبد اللطيف ممكن تفضل. السلام عليكم اخواننا في اشكركم شكرا جزيلا للجمعية النوبية في هذه الندوة القيمة جدا. وانا يوسفني انا ما قدرت حضرت بداية الندوة باخونا نوبنتوت، لكن يا حبذا لو تم تسجيل ووثقت الكلام ده ورسلت لنا اللينك. انا والله في عدة تساؤلات تقدر ما اجد لها اجابة، ولكن قد أبدأ بكتبه الدراسة اللي عملها روبن ثيلويل فيما يتعلق بـ Settlement of Caddo Languages. آخر دراسة عملها وهو اعتمد على دراسات ماكديرمان اللي وصل جبال النوبة. الدراسة المبدئية اللي عملها روبن ثيلويل اختار 100 كلمة من اللغة النوبية القديمة وقارنها بالمجموعات اللغوية العشر في جبال النوبة، وبها خلص في النهاية أنه تمت هجرات من الشمال إلى منطقة جبال النوبة وتأثرت اللغة تدريجيا بحسب الهجرات. وآخر مجموعة قال هاجرت إلى منطقة جبال النوبة هي مجموعة الأجن، فبالتالي نسبة المفردات المتشابهة من لغة الأجن مع اللغة النوبية القديمة حوالي 80%. وقاس على ذلك بنى على ذلك الهجرات تاريخيا، فذكر أنه أقدم هجرة هي جامبوها الكواليب، وبعدها أظن نيمان وكادوغلي، فذكر نيمان وكادوغلي مثلا 60%، أما الكواليب حوالي 50، وتقل أظن 55، وهكذا. ففي الخلاصة اعتبرهم أنهم هؤلاء كل نايلو سهرا، المجموعة دي كلها تنتمي للنايلو سهرا. دي الدراسة الخلاص بها روبن سيلويل آخر دراسة عملها. في ما يتعلق بالنقطة دي، لو رجعنا للمجموعة الكواليب في المسميات مثلا زي الأسماء اللي بتبدأ مثلا عندنا مجموعة كادوغلي الأسماء بيبدأ بكوكو وكده لغاية ما تنتهي بثمانية، وبعد ذلك تمتد لغاية 16 مسميات الأسماء التقليدية بتاعتنا. فعند الكواليب هي 6، لكن في تقدر تقول في كونية لكل اسم. فمن ضمن الأشياء الغريبة أنا بسأل واحد من الكواليب فبقول لي يا أخي من ضمن الاسم الرابع للمرأة اسمها أمبكي، واحد ذكر لي قال يا أخي أنا في متحف الآثار في مصر وجدنا أنه ملكة من الملكات لما تخش المتحف تقطع تذكرة عشان تخش تشوف الموميات، قال ملكة نوبية اسمها أمبكي، وأمبكي دي في الترتيب الرابع بالنسبة للأسماء بالنسبة للكواليب. فالحتة دي دايرة فينا بحث مسألة الأسماء النوبية. أنا درست في الدلن ومعانا أمين المخازن، هو من حلفة، مسمي ولده كوكو واسمه ذاته اسمه كوكو، أقصد ولده اسمه محمد كوكو، ده في الزمن عبد العزيز حسن علي اللي هو من صاي جزيرة الصاي. وحتى عبد العزيز نفسه كان بيتكلم مع العامل الجناين يعني بيتكلم معه بنفس اللغه، يعني قرابه اللغه، يعني ده من الاجم من الدلك بيتكلم مع عبد العزيز حسن علي بنفس اللغه يعني متفاهمه. اسمه فضل، اتذكر اسمه فضل تماما، هو من قرى الحجر. فدي الحته اللي فعلا الشيء اللي فعلا دايره فيها الناس طلعت فيها. الحاجه الثانيه فيما يتعلق بالكلمات القديمه عندنا في مجموعة كادوغلي عندنا اسم للتمساح
ومعروف عندنا في كادوغلي ما عندنا نهر هناك، حتى اظنه عامل العامل واحد عامل بنا بعمل صيانه لمدرسه كاتشا، انا درستها في كاتشا، كان بيرسم تمساح لما يعمل ترميم للبيوت، شفتها كيف؟ وبعض الناس بيعمل وشم في الاجسام بيرسم مثل هذه الاشياء وبعض الحروف وبعض الرموز. فحاجه غريبه شويه، ذكر محمد هارون كافي ذكر بعض الرموز اللي بيعملوها اهل اليمن او بعض المجموعات النوبيه بتعمل اوشام على الحفر على الجسم ذاته، يعني وشم عديل كده يحفر الفصد، يعني دي من الاشياء الغريبه وفيها رموز دايره بحث. عندنا في كادوغلي مثلا كلمة كوندو بمعنى ما عارف، هي كلمة قديمة جدا بمعنى ما عارف، أظن قرض ما مستخدمة، لكن أنا كنت بسأل عنها ما هي الجذر بتاعها جاي من وين، هل في الشمال كلمة كوندو برضو كلمة نوبية ولا لا. فيما يتعلق بالمعتقد بتاع القتل وكده، في ثقافة النوبة عموما جبال النوبة إراقة الدماء تعتبر لعنة، فعشان كده ما بتجد الناس المسالمين ما بتجد أصلا مسألة القتل دي، يعني إلا المجموعات اللي جات دخلت علينا هي اللي بتقتل، لكن أساسا الزول القاتل حتى لو قتل بالغلط يعني قتل غير مقصود وزاته بنجع من البلد، باعتبار أنه إراقة الدماء بتصيب لعنة للأسرة أو للقبيلة بصفة عامة. دي من ضمن الأشياء. الحاجة الثانية المحتاجة برضو الناس تبحث فيها المشتركات بتاعت ذكر الأخ جمعة موضوع سبر الحصان. أنا عشت في الدلنج، تربيت في الدلنج فترة طويلة طفولتي يعني، وحتى درست الابتدائي والمتوسطة وخرجت من المعلمين الدلنج. في سبر الحصان سمعنا أنه السبر ده بيتم إما في الموريب أو في بكرشولة ما أعرف، وبعدها جبت مو في الدلج اللي هو تقديس الحصان او تقديره وكده. فالحته دي الناس برضو كمان تشوف علاقه الموريب او الابكرشوله اللي بيصير منها المساله بتاعت بدايه سبر الحصان. قد يكون هي مجموعه اشياء كده تتعلق بالدين. اي نجي في عندنا في كادوغلي الكمبله ومساله القرون. وجدت صورة تعتبر هي قصة الكمبلة ومسألة لبس القرون، وجد في صورة في فرس، كنيسة في فرس، أنه ملك أو قديس أو ملك الفرس في الكنيسة الفرس المرسوم تحت الجداريات على كنيسة فرس، وجدوا أنه الملك لابس قرن وفي القرن ذاته في نجمة، ونجد ربطة القرون من الكمبلة في صورة قديمة جدا في الروك بينتينز في الجيرس تاسيلي منطقة اسمها تاسيلي، تجسد فعلا ربطة الكمبلة اليوم، وجدت وتاريخها يرجع إلى 680 قبل الميلاد، وما بين بين القرنين بين القرن الكمبلة في مزرعة بتاعت قمح. لو نجدنا طقوس الكمبلة هي فيما يتعلق بال بيرقصوها أول ما يسخر الأشريف اللي هو الدورة الشامية، والكجور هو اللي بيسمح ببيتين الناس تحصد أو تأكل اللي اسمه ده، وده فيه الانيشيشن، رقصة الكمبلة بالذات فيه الانيشيشن من الجيل الجديد وكده، في مراسيم أظن كتب عنها كتير استلم الرحال و تذكر بعض الناس كتبوا عنها، لكن دارين نشوف التاريخ بتاعها أن هي موجودة من 680 قبل الميلاد. دكتور أقصد الأستاذ عبد الرزاق عبد الغفار كتب مقالة عنها، وجد أنه في آثار لها في الآثار المصرية، الكلام ده في السبعينات، ذكرتها مجلة الخرطوم الثقافية، مجلة الخرطوم كانت تصدر مصحة الثقافة والإعلام الخرطوم، كتب عن رصد الكمبلة في آثار وجدت في الآثار الفرعونية.
فدي أشياء كلها محتاجة لدراسة وبحث الناس تبحث عنها. أما أخيرا فيما يتعلق بال المجتمع العمومي، عندنا اليوم الليلة عندنا في كادوغلي في العرس اللي بعرس الأولاد له خال، الخال ده له مرتبة خاصة، يعني الأم بالذات عندها مرتبة خاصة، عشان كده بتجي أنه أنا مثلا لو دار مثلا ولدي دار يتزوج وكده خاله هو اللي بعرس له. وبالتالي الإدارة عندنا في كادوغلي من بدري جدا، يعني عندنا في مرتبة مثلا عندنا سمجنو كانت الحاكمة هي مرأة، وعندنا في كادوغلي بالذات الحاكمة الأولى كانت هي مرأة المسألة دي. فبالتالي مسألة الأمومة الحتة دي الناس كده تشوف تبحث العلاقة شو في مدن مثلا أبو هاشيم وعبد عشان الزمن لأنه فضل لنا ربع ساعة، ممكن تختصر السؤال؟ طيب جميل، أنا بس أنا أقول شنو الناس تبحث في المشتركات في الحتات المؤشرات زي دي، يا حبذا أنه تكون في دراسات والناس جداً. تواصل فيها. شكرا جزيلا. أنا قبل ما أخلي أستاذ جمعة يرد عليك، أنا بس هاخد هنا بسيطة جدا. إحنا في بداية الورقة أنا عرفت حاجة، إنه إحنا يا جماعة مجتمع عندنا صفات معينة، واحدة منها الأمومية الماتيرناليزم، واحدة منها الكولكتيفيزم، واحدة منها المالتي كالتشرزم. فنحن مجتمع إذا عاوزين نقرأ الثقافة النوبية بنظارة أحادية الثقافة ده مستحيل، لأنه الثقافة النوبية متعددة جدا، متعددة الأشكال واللغات والسحنات والمجتمعات البشرية. بالتالي الخواجة اللي بيجي يقرأ لك ثقافتك هو ذاته جاي بنظارة غاصرة، عشان كده هو بيقعد يقول طلع تخريجات زي دي، يقول لك والله انا نازل جو من هناك، انا نازل جو من كده. احنا ليه ما ناخد المفهوم بتاع انه النوبه دي تعني مجتمعات متعدده، وبالتالي ما في سورس لانه ده نوبه بيجي وده نوبه، ذات ثينج، يعني عشان احنا نثبت به المفهوم. انا اقوم اخلي استاذ جمعه ممكن ترد على كثير من، لانه في اشياء كثيره جدا انت ممكن تكون ملم بها اكثر مني في اسئله الاستاذ عبد الله او استاذ علي اذا كان هو عاوز. طيب انا زي ما خطيت نهاية ملاحظة ان انا حمشي ماشي المطار مودي واحد من اولاد متابع بالتليفون، لكن ممكن ارد ولو على جزء بسيط من كلام الاخ عبد اللطيف. في البداية والحقيقة مرحب بك أستاذ عبدالعطية، كيف حالك؟ يعني كل النقاط اللي ذكرتها أنت يعني فعلا هي جديرة بأن الناس يعني تبحث وتنظر فيها. في نقطة بسيطة أرد عليها، هي كلمة كوندوغين تعني ما أعرف كل اللغات النوبية عندنا في الأجم وحتى في عندنا في الشمال كلهم كوندوغين معناها ما 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 أعرف. دي ناحية. ناحية ثانية فعلا أستاذ ثلول ويعني عمل في الورقة بتاعته يتكلم عن الهجرات إلى جبال النوبة من خلال البحث اللغوي، والنتائج بتاعته يعني ما بطالة. هو يعني ذكر أنه يعني طبعا الأجن والداجو بحكم أنهم عندهم امتدادات خارج الجبال، هو يعني رجح أنه الناس يكونوا وافدين، وبرضه رجح أنه ناس النيمان والكيمين برضه يكونوا وافدين باعتبار أنه ما في لغات شبيهة للغاتهم موجودة في الجبال، يعني هي لغات متفردة ما عندها أي لغات، ما في لغات تانية عندها علاقة بها. لكن طبعا بقية اللغات لغات جبال النوبة هي بشكل مشكلة كبيرة جدا جدا لكل الباحثين، باعتبار انه هي اللغات دي اللغوية من التصنيف اللغوي ممكن تنتمي لمجموعات لغوية ما موجودة اصلا في السودان، لكن الثقافة بتاعت الشعب هي ثقافة سودانية اصيلة، يعني كل الجداريات بتاعت الفراعنة فيها حاجات احنا بنشاهدها في كل الليلة في كل الجبال، يعني الذول بتاع الكمبلة بتاع القرون بتاع الكمبلة والمصارع والحياة دي كلها موجودة في كل الجبال وموجودة حتى في جداريات يعني. وبإضافة لأنه
التأثيرات اللغوية برغم أن اللغات احتمال ما تشابه، لكن فيها كلمات كثيرة. يعني ليلة مات الحصان تقريبا هي واحدة في كل معظم اللغات السودانية، زكاة نوبية أو غير نوبية زي ما أنت ذكرت منها كوندو، في حاجات كثيرة. يعني ليه مثلا تعرف الكجور دي والأرو يعني هي يعني احتمال يكون عندنا امتيازات في بعض المناطق بتاعة الجبال غير الأجل، دي كلها واردة. فالتثاقف يعني بين الشعوب السودانية، أنا شخصيا من المؤمنين بأنه الشيء ده ما شيء حديث ولا شيء جديد، دي حاجة قديمة. وأن الخريطة الموجودة اللي دي من الخريطة الأصلية بتاع السودان، الخريطة اللي أثرت عليها يعني حاجات ثانية. ورجعنا لألف سنة ممكن نلقى أي كل الناس ديل كانوا يعني مالين كل أرض السودان دي يعني. وأنا حواصل معكم كمستمع في العربية، وممكن علي يعني يرد على بقية النقاط. تمام. هي طبعا زي ما قال أستاذ جمعة حسب، نحن محتاجين كسودانيين نقعد مع بعض ونحسم هذه الأشياء. وحتى يا أستاذ عبد الله، حتى زول الخواجة اللي اتهدى، نحن ما ناخذ من النهايه. نحن اول حاجه السودانيين دول كلهم بينتموا لنفس الحضاره ونفس الثقافه ويستمتعوا ايكوال يعني. ده ما حيكون في حاجه غريبه اذا ظهرت كتابات في الاثار لمجموعه الكواليب او اسماء لمجموعه كادوبلي، الناس كلها حاجه واحده. طيب استاذ علوي، عشان الزمن نديها مساحه السؤال وبعدين استاذ تانوت. شكرا. في الحقيقة أنا عايزة أشيد بكل المتحدثين، يعني كانت متعة الواحد يسمعهم. ودي الخلفية بتاعتي أنا لغوية لأنثروبولوجيست، والحاجة اللي شدتني شديد للموضوع بتاع للمحاضرة دي، دايما واضح أنه نحن دائما الناس الديسبلين بيتكلموا مع نفس الديسبلين. يعني قبل فترة استمعت لناس برضو مجموعة بتتكلم على الحضارات وكده، فكان واحد من الأسئلة اللي كانت يعني جات، فكان في اعتراض شديد جدا جدا من واحدة من المشاركين. قالت لي دائما الناس بتتكلم عن الحضارة النوبية هي الحضارة الوحيدة في السودان. طبعا الرد من المجموعات كان طبعا عاطفي، ودي طبعا حاجة طبيعية، كل واحد يعني حريص على مجموعته. الحاجة اللي حتى عملها قالها أستاذ عمر وضحت إنه الحضارة النوبية دي كلها مربوطة. هنا إذا أنا فهمت كده يعني، ده برضو لو هنا يوضح، لأنه كلها مربوطة حول السودان كله، وإن فاكت كمان ماشى للبلدان المجاورة. نحن في يعني لغاية وادي هور وكده بتوري إنه في الحضارات دي ماشى للجهات مختلفة وكده. الحاجة ده واحد من الأسئلة بتاعتي. الحاجة الثانية اللي يمكن هو تعليق أكثر من برضو من جواه، في سؤال لما كانت في الهجرة بتاعت النوبة من وادي حلفة بعد الخزان لخشم القربة، كان طبعا كان في الموضوع، كان في حوار كبير جدا جدا انه يودوهم وين. فكان الخيار كان غريبه، كان للمناطق النوبه او لخشم القربه. حس واضح من بعدك واحد من الكتاب كان قال انه نحن ما مهجرين لكن عايدين. اذا صحيح من صح يعني واضح من الكلام بتاع أستاذ عمر إنه في علاقة بين الهجرة النوبية والمنطقة اللي هم مشوا لها، اللي هي المنطقة بتاعت السنابة، ناس أبو سن وكده.
بس أهم حاجة بالنسبة لي إنه أنا عايز أشكر أستاذ نوبنتود إنه أدانا الفرصة إنه الواحد يسمع يعني كلام ممتع زي دي وبيغزل الوجدان في الحقيقة أكثر من أي شيء تاني. فزي الواحد من المتحدثين إن شاء الله يكون في تسجيل الواحد برضو يرسل للمجموعات الواحد مشارك فيها وكذا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك شكرا لك كنداكة علوية. طيب أنا هخلي أستاذ تعنوت يقول سؤاله أو مداخلته عشان الزمن، وبعد ذلك هنخلي أستاذ عمر يرد على سؤال الكنداكة علوية، وفي سؤال في الشات هنرد عليه في النهاية. أستاذ تعنوت. أيوة شكرا شكرا لكم، شكرا لجمعية اللغة النوبية للندوة الجميلة دي، وأنا الحقيقة استمتعت استمتاع جميل جدا ب المادة الجميلة اللي تقدمت من كل الإخوة الأروز أو البرانشي، براء غلفان وبراء نوبنتود وبراء عمر، وكمان دخل علينا من أستراليا صديقي وأخويا براء عبداللطية. شكرا لكم للكلام الجميل ده. أنا ما يعني ما عندي سؤال، لكن بس قلت يعني أشكركم على المادة الجميلة دي. وبس قبل ما أترك الفرصة، يعني وصيتي دائما للكوكب الجميلة دي إنه الناس اللي قاعدين برا، اللي قاعدين في البلاد الحرة، في مثلا في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في أستراليا، إنه ليه ما يتقدموا خطوة أكثر في تحرر العقل؟ يعني كلمة سودان ما بتعنينا في شيء، كلمة سودان كلمة بتحط من قدرنا وبتشيل بتمسح التراث بتاعنا اللي هو تراث النوبة. وكمان برضو الواحد يعني بنبه أخوانه وأخواته إنه الإنسان السوداني اللي هو محمد أحمد، خلقوه أخيرا طلع باسم محمد أحمد بيمثل النوبي المستعرب، الإنسان المرق من ثقافة النوبة ومشى لثقافات آسيا، الثقافة العربية، اللي هو محمد أحمد. محمد أحمد ده بيستهدف الثقافة السودانية، استهدفوا الاسم السوداني غيروه، تم إخصاء النوبي ليكون عربي فبقى محمد أحمد. محمد أحمد ده بيستهدف شنو؟ بيستهدف الكور بتاع الثقافة بتاع النوبة اللي هو الكجور. الكجور ده شيء أساسي في ثقافتنا. نعم أساطير، أيوة، ما في شعوب بتمشي لقدام وهي بتلعن أساطيرة. عشان كده نحن النوبة عايشين في أساطير آسيا وفي أساطير أوروبا، بنمجدها ونقدسها. فمهم جدا الانتباه للحتة دي، استهداف الكجور. يقوموا يربطوا الكجور بالدجل، عاكمنا بالكجور والدجل، دمنه ده محمد أحمد النوبي المستعرب، النوبي المخصي، بيبقى شنو؟ بيتقمص روح سيده، وبيبقى وبال وسلاح مدمر لثقافة جدوده اللي هو الكجور. فأنا سعيد جدا بندوتكم دي يا أساتذة الكبار، وشكرا لكم. ورغم أنه أنا كنت شغال وكنسلت الشغل وقعدت، لكن استمتعت استمتاع شديد بندوتكم وبكل الأساتذة القامات الكبيرة اللي تكلموا فيها. وأخونا غلفان، قبل ما أنزل، أخونا غلفان الصغير هو ده يا أستاذ، أنت جيتني زرتني في زيارتي الأخيرة للسودان بعد 30 سنة ما مشيت السودان إلا بعد ما الكيزان نزلوهم، يعني الثورة السودانية. فكان أخونا مع أخونا عمر زارني غلفان الصغير كان يعني. وأنا أشكركم شكر جزيل وأضيف عليه هنا، شكرا لكم جميعا. شكرا لك أستاذ تعنوت على سؤالك. أنا بدي فرصة لعمر فضل يرد على أستاذ علوية متسائلة كان عندها سؤال. بعد ذاك في أستاذ أحمد عبد السلام عنده سؤال، ممكن هو كتبه لكن احنا نسمعه منه احسن عشان نفهم. طيب عمر اذا انت جاهز رد على. جاهز
اول حاجه شكرا جزيلا انه الله يستجيب خلاص خالص يعني المداخلات الكثير باقي المداخلات صح يعني حقيقه كانت مفيده جدا لكن بما يلي نقطه مهمه جدا ذكرتها الاستاذه علويه عن الحلفاويين اللي رجعوا مصر في معلومه مهمه جدا انا حابب اذكرها لانه المجموعه السنابيه اللي هي المجموعه الموجوده اصلا في مناطق الحلفاويين هي مناطق السناب اصلا او مناطق الشكريه لكن مجموعه السناب هي الاقرب وجودا في المنطقه دي حتى هذه اللحظة في مناطق الصبار مناطقهم التاريخية فخورين جدا لأنهم بيقولوا نحن أولاد فونج يعني فخورين بانتمائهم الفونج النوبي وهم معتدين بذلك يعني فاهمين الموضوع ده كويس جدا ومستوعبين ويعرفوا الحقائق التاريخية دي يعني أنا قعدت مع شيخ العرب رحمه الله وعصر الله كان مدرك لطبيعة العلاقات السودانية القديمة لطبيعة المكونات في السودان يعني فعليا موضوع امتداداتنا خارج الإطار ده نحن حق مختلط يكون عندنا يوم ثاني نبطوط لو ربنا سهل أنا زي ما سمعت من أساطة موكلي حديث جميل جدا عن أنه كل المجموعات الأفريقية مش بس المجموعات الأراون يعني حتى الحد الزولو مجموعات الأشانتي كلها يعني عندها أسطورة تتحدث عن وجودها التاريخي أو خروج من وادي النيل عندها أساطير متعلقة بوادي النيل أنا أفتكر إنه دي من الأشياء المهمة جدا يا حبذا لو قدرنا ربطنا ما بين الأساطير الموجودة في كل أفريقيا بالأخص مجموعات الأشانتي وعلاقاتها يعني وامتداداتها ده مبحث مهم جدا ومهم خالص. طب انا في بس عشان الزمن خلاص استاذ احمد عبد السلام كان رسل رساله يا حبذا لو انت سالته عشان الناس تستفيد بالسؤال وبتكون بزاده في التسجيل وانا احنا ممكن نرد عليه. يا اهلا السلام عليكم شكرا لجمعيه اللغه النوبيه على المحاضره. أنا صراحة ما تساؤل بس التساؤل بتاعي عن إنك أنت في السلايد بتاعتك قدمت أربع أعمدة للثقافة النوبية بعد ذاك في الروحانية كنت تتكلم عن إنه هي الهيكل العظمي أو العمود الأساسي اللي بيغذي الأعمدة الثالثة الأولى الثلاثة فيا حبذا لو اتكلمت لنا أو لقدام اتبحرت أكثر في إنه كيف بيتم كيف الروحانية بيتم انعكاساتها يعني هل في طقوس معينة بيتم بتعمق الأعمدة الثلاثة الأخرى في الثقافة بحيث إنه في طقوس بيتم معينة مثلا في المجتمع في الزواج في عندها شكل روحاني مثلا بتعزز قيمة الأم كقيمة أساسية مثلاً في الثقافة. تمام. السؤال جيد جداً جداً. شكراً كثير. أنا لما تناولتها في الصياغة العام بحيث إنها هي تكون بيلرز أو ركائز أساسية للثقافة. يعني نقدر نصف بينه دي ثقافة نوبية مميزة أو ثقافة قديمة من الثقافات الثانية في العالم بالركائز الأساسية الأربعة دي. بعد تداعياتها وشكلها وتفاعلاتها المانيفستيشنز بتاعتها والتمصورة بيختلف من لأنه هنا احنا نتكلم عن مجتمعات ما مجتمع متعدد أوجه يعني متعدد يعني هي مجتمعات صغيرة كده بتشكل اللوحة القديمة بتاعت السودان يعني على سبيل المثال وزاته من عهد من فترة لفترة وتبني المجتمع لحالة دينية مثلا على سبيل المثال المفهوم بتاع الأم زوجة الإله مثلا مفهوم ارتبط ممكن يشرح لنا انه الى اي مدى صعود هذه الفكرة بتاعت الأمومية ومفهوم الأمومية ذاته وتمصورة في انها هي تجلت في انه ده اعظم ممكن يكون تايتل او هنا ديني يعني مثلا زي شيخ الازهر مثلا
يعني ده اللي بيكون بيمثل السلطة الروحية القوية الأعلى. يعني إذا مثلا قلنا إنه في طائفة دينية روحية زي البابا مثلا المسيحية، البابا ده هو بيمثل السلطة العليا في الطائفة الكاثوليكية. هناك زوجة الإله آمون بتمثل نفس المقام، يعني هي المرحلة دي. فالأسندنسي أو الصعود بتاع المرأة إنها هي تكون الأم في الحالة دي، هي إنها تكون هي كذلك. كان في ممارسات كثيرة، يعني مثلا أنا ما يعني عشان الزمن، مثلا إنه تلغيب الملوك ذات تنصيب الملوك في جبل البركان، لازم يجي الملك ويذكر على الأقل 3 أو 6 من أمهاته. يعني أنا ابن، ما بقول أنا ابن فلان وفلان وفلان، لا بقول أنا ابن أبرار مثلا، أو الملكة فلان ابن الأم فلانة ابن الأم فلانة، حتى يدوه التنصيب. وهي تكون واحدة من أمهاته المباشرات اللي حبوباته أو أمه تكون قاعدة وحاضرة. ده كان بيتم التنصيب في جبل البركان، ده في الثقافة القديمة. بعد ذلك في المجتمعات المحلية زي ما ذكروا الإخوة، مثلا أستاذ عبد الله هي آخر متداخل ذكر، أستاذ جمعة في ورقته إنه الأم كان عندها دور. وكذلك عندنا في المجتمع السوداني العادي إنه الحبوبة دائما هي بتكون، يعني أنا متأكد تماما حتى في غريتك أو في أسرتك ممكن تكون الحبوبة عندها، حس الأدوار دي بتختفي، عندها دور أساسي. يعني ما بتتم مثلا أي مناسبة أو عقد أو حاجة ما لم تشاور الأم الكبيرة في الأسرة. وده كان واحدة من الحاجات اللي بتوري إنه نحن عاملين لهذه الفكرة الأساسية إنه روحانية بتعمل شنو، هي قوة بتخلينا نحافظ على الحالة الأخلاقية بتاعتنا. يعني هي دي ما أخلاق أو دي مفاهيم أساسية في المجتمع، الأمومة الجماعية التعددية الثقافية، إنه نقبل الآخر، الآخر ده حتى لو مختلف يقعد معانا يأكل معانا يعيش معانا في نفس الحتة، ما عندنا مشكلة، لسان مختلف دينه مختلف. المفاهيم دي اللي بخليها هي تمشي في المجتمع وتنساب بشكل بسيط وبشكل من غير ما تعمل مشكلة، القوة الباطنة خلف هذه هي الروحانية العالية بتاعت المجتمع. أينما كانت الروحانية عالية كانت ديمومة هذه التمصورة كان في هذه الظهور هذه الأشياء، إنه يكون في حالة أمومية، يكون المجتمع جماعي، يأكل يعني كده مجتمع كولكتيف، إنه يكون مجتمع مالتي كولتشرال. أول ما تختفي الروحانية نحن بنمشي للحقب الظلمانية زي ما نحن حس الآن بنتصارع ونتحارب وما قابلين بعض. الحالة بتاع الروحانية بتسمح بأنه نحن يكون في انفتاح من الداخل، لأنه يعني زي ما تقول مثلا هي غيمة بتهذب الروح الداخلية للفرد وكذلك الروح الجمعية بتاع المجتمع، أنه والله المجتمعات دي قادرة تعيش بسلام peacefully. زي ما قال لك أستاذ عبد اللطيع أنه القتل مثلا حاجة محرمة في المجتمعات بتاعتهم في جبال النوبة، وأنه هي غيمة ملفوظة وأنه فقدان الروح. فدي يعني بيختلف من حتى إذا كان قدرت أجاوب على سؤالك يا أحمد. أنا الحاجة الشغلاني أكتر، لأنه برضو أنت في الخلاصات بعد ذاك في آخر البرزنتيشن بتاعتك كان مشيت لانه في ثقافات وارده او في تيارات جات عندنا، والتيارات دي كانها هي تيارات مشيطنه، لكن التيارات الجات بغض النظر انها هي جايه من وين، عندها خطابات كان بتاعت مساواه، عندها خطابات بتاعت ادوار مختلفه للمراه للرجل. فبعد ذاك شيطنة الخطابات دي أو شيطنة الثقافات دي هل بتمثل حماية بالنسبة لنا نحن كمجتمع محلي، ولا ما أعرف هنقدر نتعامل معه كيف، لأنه بعد ذاك نحن زادنا بقينا ما قاعدين في حتة. إذا أنا فهمتك صح، وأنا هحاول يعني دي السلايد اللي أنت تكلمت عنها تكلم عندي. أي مثلاً. أوكي طيب. أنا هتكلمت عن القوة المغوّدة للروحانية في المجتمع السوداني، روحانية بالمفهوم اللي شرحناه ده تكلمت عنها، وافتكر ما أنا براي حتى يعني كان في أدلة سبورتين مثلا عمر. أنا تكلمت عن المفهوم عام بشكل عام إنه الطائفية كفكرة إنه استخدام التصوف نفس الروحانية بتاعتك إنه استخدموها بشكل سياسي، والاستعمار عمل عادي
وعشان أمهد للحاجة دي إنه كل القوة دي مربوطة بالاستعمار، ما داخلية هي خارجية، يعني كل القوة دي عشان تعزز الأجندة الاستعمارية. وافتكر الأدلة الخطاء عمر في ورقته أو في 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 سرده هي دعمت الأفكار دي، إنه كيف ارتباط هذه الطوائف بالأجندة البريطانية والغربية. لما تكلمنا عن المفهوم بتاع الأيديولوجيات دي اللي هي أنت مثلاً تقول مثلاً نيو ليبراليزم مثلاً أو الويسترن كريستيانيزم أو حتى مثلاً النسوية الفيمينيزم أو الجندريزم، هذه مفاهيم يا أحمد مفاهيم غربية، يعني حتى ما سودانية، ما جاينا نحن من الداخل، المفاهيم جاينا من برا المجتمعات الثانية. هي بالنسبة لهم دي القيم بتاعتهم، هم فهمهم إنه في مجتمعاتهم المرأة لازم تصارع عشان تصل لمرحلة بتاعة مساواة مع الرجل، بالنسبة لهم دي قيم جيدة، إنه الجسمانية الجنسانية حقيمة، إنه الجنس لازم يفعل كقيمة في المجتمع. نحن الحياة دي ما 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 هي مفاهيمنا الأساسية، دي مفاهيم عكس الإنسان السوداني روحاني spiritual، يعني بالنسبة له المفهوم بتاع الجنسانية بالمفهوم ده. حتى في الثقافة السودانية القديمة بالمناسبة، الثقافة النوبية القديمة، مفهوم إنك أنت عيب إنك توصف يعني الجنس والحاجات، يعني حتى في المجتمع السوداني العالي ده ما مش محافظة أو دين، ده جاي من القيم الروحية القاعدة في المجتمع. الفكرة النسوية ضد، أنا تخلي عندي ورقة ممكن أنت تشوفها أو عندي محاضرات عن الحياة دي ممكن عشان الزمن. فكرة النسوية مثلا إنه في مان اند وومن دي فايتنج عشان يحصل البالانس أو العدالة، المفهوم النوبي إنه الأم هي المرأة هي أم الرجل، مفهوم الأمومة وتقديس الرجل للأمومة وتقبل الحياة دي وتنازله لأنه يكون في أم قاعدة كغيمة في المجتمع. ودي ربطة لك عمر بشكل جيد مع الأرض نفسها، يعني هو صراع الأرض، الأرض أصلا بتاخد غداسة من غداسة الأم. فأفتكر المفهوم الحياة تعني نيو ليبراليزم بيتكلموا عن عدالة اقتصادية، عن مساحة بتاعت إنه يدي مساحة لسي مجموعات إنها تتحكم في المال ويكون عندها فرصة ويكون عندنا حرية بتاعت اقتصاد وقطاع خاص نفعله أكبر من الدولة. نحن ده بنا في الموضوع بتاع الكولكتيفيزم، نحن هنا عندنا المشاركة، إنه لازم يكون في مشاركة كاملة للمجتمع. يعني إحنا ما مجتمع النيو ليبراليزم بغاوم مفهوم الكولكتيفيزم، يعني متناقضين، ما ممكن يكون في نيو ليبرال سوسايتي أن كولكتيف سوسايتي، ما بيمشوا مع بعض، ما ممكن يكون في ماتيرناليستيك سوسايتي أن فيمينيست سوسايتي ما أو جندريست سوسايتي، ما بيمشوا مع بعض. يعني إحنا حتى اللغة بتاعتنا ما فيها جندر، أغلب اللغات اللي حسوا بيتكلموا عنها التصنيفات دي بتاع الخواجات اللي بيتحدوا يصنفون يمينا شمالا، لو مسكنا الموضوع نحن ما عندنا الجندر، المفهوم الجندر المزعج اللي بخلينا، أو ما عندنا التنافر بين الجندرز، ما عندنا المفهوم بتاع إنه نحن المجتمعات دي عبر تاريخها ما كانت عندها، حتى التاريخ القديم خالص ما كان عندها نزعة إن توضح يعني المناحي الجنسية، ويكون عندنا مثل هويتك تصنف على إنك حسب الجنسانية بتاعتك، إذا أنت شاذ ولا غيره، ولا حتى الحاجات الجديدة اللي إحنا ما فهمناها إلى الآن دي نحن بسميها هو مغاوضة للمفهوم الروحاني في السودان، سواء كان قديم أو حديث، إذا أنا فهمتك صح. يعني في أي سؤال يا جماعة؟ أي حاجة ثانية؟ طيب أنا أدي فرصة لأستاذ جمعة وأستاذ عمر إنهم يختموا، إذا كان عندهم أي تعليق ويضيفوا. ونحن بعد ذلك أستاذ علي أقدر يعني أضيف حاجة برضو في مسألة الأثر العمومي في 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 يعني في في ثقافتنا. يعني مثلا يعني في الزواج مثلا، يعني احنا عندنا في الاجل يعني الـ 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 الخال عنده دور مهم شديد، يعني يحتمل يعني ممكن تكاليف الزواج كلها جوا الخال، والعريس مهما كان اخر سطوه يعني العريس قبل ما يمشي يستلم زوجته لازم يقيل في بيت خاله، والخال هو اللي بيمسك من ايدك لحد ما يطلعك برا الحوش ويديك البيرميشن انه انت تمشي بعدها خلاص تستلم زوجتك. الحاجه الثانيه مساله الجيرتك، مساله الجيرتك انا ما اعرف
يعني احنا عندنا الجلد على الجلد الموجوده لكن هي اقرب لجلتك يعني احنا يعني لبس الودع يعني هنا اربطوا للعرسان الحرير والودع. طبعا كلمه تيج ما متفق على في كل اللغات النوبيه تبدا ال 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 الكلمه الاولى هي في العاميه السودانيه جرتك لكن يعني حتى عندنا هسي مستخدمه جرتك لكن هي اصلا لانه بتنفيها دائما ال 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 الودع عنده يعني عنده اهميه بتنفي الخطوبه والعريس يعني زول دير يحجز لك بيت ويمشوا اهلك بيربطوا لها ودعه خلاص ويو في جلتك الشيء الاساسي الثابت برضو ال ال الودع والحرير فهو جلتك فده الحياه كنت دير اضيف يعني شكرا عمر استاذ جمعه لو عندكم اضافات عشان نختم الندوه. والله يا اخي انا ما عندي اي اضافات جديده لكن احب اشكر كل الناس واتمنى تكون لانه صراحه المحاضره مضغوطه وكانت دايره مزيد من التركيز وبحتزم جدا ودايره مزيد من التركيز لانه التداخل فيها عالي وكبير يا ريت لانه ده موضوع مهم انا افتكر لانه التجليات اللي ذكرت في الورقه بتاعتك يا نوبلتون افتكر مهمه خالص لانه الان هي دي البنيه الاجتماعيه اللي انبنت عليها كل التاثيرات سلبا وايجابا يعني بنحتاج انه نغوص فيها بدقه وحتى الاسئله سؤال عبد الله الاخير سؤال مهم جدا وحتى الطقوسيه الى الان مستمره يعني مثلا انت ذكرت الحبوبه يعني في اللي كل زول عاش في الحيشان الكبيره بنلقى انه في الحيشان زمان الحبوبه هي المسؤوله الاولى عن كل العادات والتقاليد وتطبيقه وما في زول بيقدر يتجاوزها باي حال من الاحوال يعني باعتبار ان هي الامه الكبيره. واذكر الى الان كل مجتمعاتنا لا زال حتى شخصيات كبيره جدا بتنادي يعني مثلا الاسم باسم امه يعني حتى مشايخ كبار زي الشيخ العبيد ودريه وتلقى الشيخ حمد وتلقى مريوم وتلقى مثلا في شخصيه اسمه عبد الله والدام الانسابي الشخصيات دي كلها افتكر ولي يعني كثير جدا في تاريخنا الاجتماعي بنلقى حضور قوي جدا لشخصيات بارزة وانتسابة للأم يعني. وافتكر التأثير ده عميق وعنده طقوس مختلفة لو إن شاء الله لو الأيام امتدت بينا ممكن نجي ثاني نفكك الموضوع ده بشكل أفضل. شاكر جدا جدا الفرصة والمشاركة الطيبة وأتمنى إنه تتقابل في ساعات يعني أوسع وأرحب. جميل جدا. شايف رويدة أختنا عاوزة تقول تعليق. نوبنتر أيوة. بنعمل في الفرصه دي قبل ما ينتهي يا اخي في أيوة. كلام اخونا الاخير ده نديك دقيقتين في ايجاز. ايوه خلاص في النقطه دي بالذات فيما يتعلق بال دور الام وكده حتى فيما يتعلق بالشيوخ الطرق الصوفيه واحد من اصحاب الطرق القادريه بيقول لي يا اخي ثمانية من شيوخ الطرق الصوفيه قالوا امهاتهم نوبيات امهاتهم من النوبه. افتكر عمر في ورقته في الاول اللي انت كنت متابعه هو ذكر كثير من من الحقائق دي يعني حتى بالاسماء يعني. صح 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 شكرا. طيب استاذه رويده خلينا نديها فرصه لكنداكه نحن يا جماعه مشاركه المراه. ايوه حقيقي أنا بشكر إدارة المنتدى خالص للهايلايت اللي عملته لنا في كل المواضيع وخاصة الروحانيات. فبس عايز أقول حاجة واحدة إنه يعني الإعلام تقريبا كان ضعيف على الحقيقة يعني لقيته واسط زول الرابط فياريت تكون دي نواة لسلسلة من المنتديات وقبل كده ياريت تترسل على نطاق واسع يعني الرابط بتاع التنويه باليوم للإعلان والرابط بتاع المجموعة. جدا وشاكر لكم مرة جدا شكرا روي. طبعا احنا ده ما منتدى ده هو يعني احنا بنقدم
ويبينارز لجمعية اللغة النوبية. نحن معنيين بدراسة اللغات النوبية في السودان، واللغات النوبية دي يعني من كل السودان، يعني كل اللغات النوبية. فطبعاً عندنا ويب سايت وعندنا كذلك الفيسبوك. نحن بنعتذر أنه طبعاً الجمعيات الثقافية زي دي طبعاً يعني الإقبال عليها نحن ما زي حس الفنانين والمواقع ذات الإثارة السياسية وكذا. فنحن ذاته نستخدمك أنت يا أستاذ رويدة، أنك أنت ذاتي تكوني تخش على صفحتنا في الفيسبوك وتابعي، وبعد ذلك أنت ممكن تنقلي لما تجي يعني بعد الشهر إن شاء الله لو عملنا ويبينار قبلها بفترة كافية، نحن رسلوا لنا يا جماعة إيميل، أنا هكتب لكم الإيميل بتاعنا، رسلوا هنا في الإيميل إيميلاتكم ونحن نكون على تواصل إن شاء الله، وقبل فترة كافية هتجيكم كل المعلومات بتاعتنا إن شاء الله. طيب أنا هخلي الفرصة لأستاذ جمعة يختب لنا بس تعليق نهائي، وبعد ذلك نحن نقفل اليوم. وشاكر لكم جدا. السلام عليكم. الحقيقة أنا ما عندي تعليق، بعدين أنا سايق يعني، يعني الشكر الجزيل لكل الأخوة والأخوات الحضور، ونتمنى أنه أن تتواصل يعني لقاءاتنا ويعني إن شاء الله إلى لقاء بإذن الله. إلى لقاء. طيب باسم جمعية اللغة النوبية بنشكر الحضور على هذه تلبية الدعوة، وإن شاء الله نكون قدمنا مادة جيدة، نتلاقى إن شاء الله في فترات جاية. شكرا كثير لكم، السلام عليكم. شكرا جزيلا.